السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. شباب على عهد دايما إن شاء الله مكملين، خلاص وصلنا لآخر محطة، وصلنا لآخر امتحان ليكم في الثانوية العامة إن شاء الله تعالى، ربنا يجعلها كده نهاية سعادة بإذن الله تعالى. عشان طلع عليكم في المقدمة خالص، بما إن دي المادة الأخيرة محتاجة عزيمة أكتر، محتاجة طاقة أكتر، وأي صوت سلبي جواك بيقول لك دي آخر مادة وكبر وسيبك وتعبنا كتير، لا ده هيرجعك لورا مش هيخليك تتقدم لقدام. احنا عايزين الصوت اللي بيقول لك يلا عايزين ختامه ومسك، يلا عايزين نختم افضل ختام ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو ده يا جماعه هنتناول فيه كل فصول الفلسفه، اربع ابواب فلسفه او اربع فصول فلسفه هنتناولهم ان شاء الله في الفيديو ده بكل التفاصيل، هنشرح من الاول وهنقول كل التشابهات، الناس اللي عندها مشكله بيتر سينجر ولا توم ريجن كل التشابهات هنحكيها ان شاء الله. طب هي حاله نباتيه ولا موت دماغ، كل ده هيكون معانا بالتفصيل الممل ان شاء الله تعالى. جهز بس ورقه وقلم كده وابدا دون معانا شويه ملاحظات، والتركات اللي هنقول عليها مهمه نركز عليها زي ان شاء الله كده. ايه الحمد لله يعني فضل ربنا ما حصل معنا في علم النفس، عايزين نكمل الموضوع على خير ان شاء الله في الفلسفه. فبدايه نبدا كده مع بعض، مثلا لو هناخد من الباب الاول، خلينا اكبر حاجه في الزوم، تعالى نبدا مع بعض من الباب الاول. فلسفه البيئه كالمعتاد هنمشي مع بعض واحده واحده، ونعرف كل باب عليه كام فكره، طب عليه كام سؤال، طب ايه الافكار بتاعته، طب ايه التشابهات. نبدا بالباب الاول كده بيقول لي عندك سبع افكار، يبقى الباب الاول عندي سبع افكار. جميل. الفكره الاولى سهله جدا بس محتاجه واحد تعبيري بيعرف يعبر. ليه يا مستر الفكره دي بتتكلم عن ايه؟ الفكره الاولى لو جت في الامتحان بتتكلم عن فلسفه البيئه، طب ما انا حافظ تعريف فلسفه البيئه، جود 10/10، بس محتاج منك تكايه كمان، محتاج تعرف تعبر لما يجي يقول لك وسائل حمايه البيئه، ما خدناهاش في المنهج دي، لا احنا هنطلعها من الاحترام والصون سنه تشريعات، هنطلعها من المقدمه لما الفلاسفه دعوا الى اقامه احترام، احترام اقامه توازن الكلام ده، تعال افهمك بالتفصيل. انت عارف فلسفه البيئه، حلو، يا مستر ده سؤال تافه مش هيجي لي في الاختيارات، يعني انا معقوله يعني لو لقيت في الامتحان سؤال مثلا بيقول لي علم او فرع بيدرس سلوك الانسان وتعامله مع البيئه، طب ما انا هختار فلسفه البيئه. علم ناتج عن تهديد الانسان للبيئه، طب ما انا هختار فلسفه البيئه. علم ناتج بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، ما انا هختار فلسفه البيئه. علم بيدرس العلاقه بين الانسان والبيئه، طب ما انا هختار فلسفه البيئه. هقول لك الجزء ده نركنه على جنب، تعالى في الجزء الثاني. فلسفه البيئه دي كان هدفها ايه؟ هدفها الحفاظ على البيئه، وده السؤال اللي بيجي لي، السؤال اللي بيجي لي السنه اللي فاتت واللي قبلها بيتكلم عن وسائل حمايه البيئه، ازاي نحمي البيئه، وكان الاجابه الخاصه بالسؤال السنه اللي فاتت واللي قبلها حاجه تخص حاجه اسمها الوعي البيئي اللي هي ايقاظ الوعي البيئي. تعال نشوف كده دعوه العلماء، العلماء دعوا لايه؟ دعوا لثلاث حاجات، اقامه واحترام، واحترام جميل جدا، احترام الكائنات واحترام الاجيال القادمه. طب مش عندنا منظمات؟ اهو السؤال كان اجابته دي نشر الوعي البيئي او التربيه البيئيه زي ما بيحصل معانا دلوقتي في المنهج بتاع ثالثه ثانوي، حاطين لنا درس عن فلسفه البيئه. طيب دي الفكره الاولى، خلصت لسه شويه معانا تعريف البيئه لغه. يا مستر انا مش عارف تعريف البيئه لغه، ده انا صدعت نفسي من اول السنه، من شهر 8 اللي فات انا صدعت نفسي، بوأ وتبوأ وابن منظور ولسان العرب، حلو جدا، هي دي الكلمات اللي انا عايزها. عايزك تبقى عارف ان العمل لتعريف اللغه هو ابن منظور في الكتاب اسمه لسان العرب، ومعنى كلمة بيئة جاية من بوء وتبوأ، معناها لجأ أو أقامة أو مكان المعيشة أو السكن أو المأوى، وأنا كاتب لك أي اشتقاق لغوي بمعنى المنزل أو مكان الإقامة أو المأوى أو المسكن. يجي بقى يديني أمثلة بعيدة ويقول لي طائر مش عارف إيه بيبحث عن مأوى، مأوى ومسكن وملجأ، يبقى أنا كده بتكلم عن البيئة لغة. طب البيئة اصطلاحا سهلة مصدع نفسي بيهم برضه، الواد ابن عبد ربه كان عنده كتاب اسمه العبد الفريد وعلماء المسلمين أول ناس في القرن الثالث الهجري، الكلام ده كله 10/10 جميل، بس إمتى أختار البيئة اصطلاحا؟ تعال نقول إمتى البيئة اصطلاحا. في البيئة لغة كنا بنتكلم عن منظور ضيق، مكان الإقامة بس، مكان النوم والسكن بس، لكن هنا في البيئة اصطلاحا وسعنا المجال شوية وبقينا نتكلم عن المكان الذي يعيش فيه الإنسان، بقينا نتكلم عن الظواهر الطبيعية اللي حوالينا، بقينا نتكلم عن فكرة التأثير والتأثر، وسعنا الموضوع يشمل المحيط الحيوي كله، وسعنا الكلام أكتر بقى الوسط اللي احنا عايشين فيه سواء وسط فكري أو سياسي أو اجتماعي أو طبيعي، وقلنا ابن عبد رب هو اللي عمل التعريف ده وعلماء المسلمين كان في القرن الثالث الهجري أول من استخدم التعريف الاصطلاحي للبيئة. أول فكرة في الباب خلصت، تمام مذاكرها 10/10، خش على الفكرة الثانية.
تاني فكرة في الباب الأول فلسفة، وهي فكرة المراحل. فكرة المراحل دايما بقولها، خلي بالك هنا في سؤال 20 23. في سؤال 20 23 في المراحل. طب هما كم مرحلة؟ هما 5. حافظهم يا مستر، مش مهم الحفظ، المهم انك تكون فاهم محتوى كل مرحلة. انا عندي مرحلة اسمها التقديس والتأليه. انسان بدائي انسان ضعيف، انسان عاجز، انسان جبان خايف، بيعبد الظواهر الطبيعية، يبقى كان فيها جهل وضعف. كان فيها آلهة، حلو جدا، كان فيها عبادات، يبقى ضعف الانسان وعجز الانسان وجهل الانسان وعدم قدرة الانسان وتفوق الطبيعة، تحكم الطبيعة في الانسان. والانسان فكره لسه بدائي، وحضارات لسه بتنشئ، حضارات قديمة، ويعمل قرابين ويعمل طقوس دينية وشعائر دينية ويقدم قرابين للآلهة، دي مرحلة اسمها مرحلة التقديس والتأليه او مرحلة الحضارات القديمة. كل الكلمات اللي قدامك دي كفيلة انها تخليك تجاوب اي سؤال خاص بالتقديس والتأليه. خلاص، تقديس والتأليه يعني الناس دي كان فكرهم بدائي، بيعبدوا الطبيعة. 10/10. طيب، مفيش اي ضرر خالص، المرحلة دي لا يولد بها اي ضرر خالص. طيب تعال نشوف المرحلة التانية. المرحلة التانية اسمها مرحلة التفسير والتوظيف. الانسان بدأ يستخدم العقل. مين اكتر ناس؟ اليونان. خلاص، يبقى انا اول ما اقول لك عقل او فلسفة، عقل او فلسفة، حضارة يونانية، فلسفة، حلو. عقل، وعي، هناك كان جاهل في التقديس والتأليه، بدأ يستخدم فكرة السبب والنتيجة. بدأ أرسطو يطلع ويتفلسف ويقول فكرته ان الانسان هو مركز الكون، المركزية البشرية. بدأ يقول ان كل الحيوانات دي موضوعة في الطبيعة عشان تخدم الانسان، وكل الكائنات هيئها الله لخدمة الانسان. بدأ يطلع عند حاجة اسمها نظريات اليونان، عند حاجة اسمها الفلسفات الطبيعية، مهمة جدا جدا. كل فلسفة او كل سؤال يجي يقول لي ترى الفلسفة الفلانية ان اصل الكون نشأة العالم، قول له بس ده الجماعة دول بيتفلسفوا، اللي هي مرحلة التفسير والتوظيف. يتكلم عن نشأة الكون، يتكلم عن الالهام، عن التفكير، عن التدبر، يتكلم عن ترويض الطبيعة، يتكلم عن كشف الأسرار، ما اسمها تفسير وتوظيف. يبقى أي شيء متعلق بالفلسفة هتختاره، أكتب لك الفلسفة، يبقى أنت طبعا مرحلة الإيه؟ التفسير والتوظيف. 10/10. نروح للمرحلة الثالثة. الإنسان بدأ يستخدم قوته، بدأ يستخدم عضلاته، فاسمها مرحلة الاستغلال والسيطرة. اول ما تسمع في سؤال ان في ضرر او في اذى، قول ستوب، انا قدام اختيارين، يا اما استغلال وسيطره، يا اما قهر واستبداد، والاثنين قدامك اهو. هشرح لك الاثنين. الناس اللي عندهم تركية بس المشكله كلها في الجزئيه دي، ولا يهمك، هتطلع ان شاء الله فاهمهم، بس واحده واحده. الاستغلال والسيطره بدات مع العلم الحديث، يبقى استغلال وسيطره بدات مع العلم الحديث. القهر والاستبداد كانت مع علم معاصر احنا عايشينه دلوقتي، بدات مع العلم المعاصر. الاستغلال والسيطرة كان اخرها التجربة، اكتر حاجة عندهم التجربة. القهر والاستبداد لا، احنا عدينا المرحلة دي، دخلنا على مرحلة التكنولوجيا. الاستغلال والسيطرة اخرنا نحول مادة لمادة، يعني ناخد الرملة نحولها لجزاز، ناخد الخشب الاشجار نحولها لترابيزة وكرسي. ده كان اسمها مرحلة الاستغلال والايه والسيطرة، اللي هو احنا بنسميه عصر الايه، عصر النهضة. بداية الاثار السلبية، ما قلتش قمة الاثار، لكن لما نيجي هنا هنقول قمة، هنقول تدهور، هنقول موت، هنقول انقراض، هنقول هلاك. شفت الفرق ما بين الاثنين؟ استغلال وسيطرة بداية الاثار السلبية، ولكن في القهر والاستبداد ده قمة. طيب تعالى نكمل استغلال وسيطرة. بدأت الاثار السلبية مرتبطة بعصر الصناعة شوية، مرتبطة بالعلم الحديث وعدم الحديث عن اي اخلاقيات. حلو جدا. منفعة الانسان كانت هي الاساس. استخدموا عناصر البيئة دون قتل، خلي بالك من حتة ايه، دون قتل، دون قتل، مهمة جدا، تفرق معايا. طب اول ما نبدأ بقى في القتل والتلاعب في الجينات وتغيير الهندسة الوراثية للكائنات، ونعمل السحابة السوداء، ونعمل انقراض مش عارف الكائن الفلاني وحيوان مش عارف ايه بدأ يموت، يبقى انت وصلت لمرحلة اسمها مرحلة القهر والاستبداد، والاسلحة النووية والريبوتات والتهجين وتلوث الهواء. خلاص انت كده دخلت مرحلة القهر والاستبداد. يبقى سنة تالتة، اهدى كده، الفرق ما بينهم سهل جدا. اخر مرحلة، كل ما تلاقي الانسان بقى مؤدب كده وشيك ولابس كرافتة ومحترم وبيعمل ندوات وحفاظ وحماية وسنة تشريعات، قوله انت في مرحلة الاحترام والصون. يبقى اي ندوات واي دعوات
اي قوانين اي تشريعات منع الصيد الجائر، عمل مؤتمرات توصيات، عملوا ضرائب تحذيرات تشريعات لوائح، كل ما يدعو للحفاظ على البيئه هتسميه مرحله الاحترام والصون. انت كده ماسك سؤال في ايدك شيء مؤكد. الفكره اللي بعدها الفكره الثالثه الحضارات القديمه. عايز مني سؤال مؤكد؟ حضارات قديمة عليها سؤال. 20 23 حضارات قديمة عليها سؤال. ايه الحضارات القديمة؟ عندك الفكر المصري القديم او الشرق القديم، وعندك الصين. طب تعالى نبدأ بالجماعة المصري القديم. ماله المصري القديم؟ قال المصري القديم عنده مظاهر احترام الطبيعة. طب ايه الدليل؟ كان عنده كتاب الموتى، وكان عنده التعويذة، وكان عنده احترام مظاهر الطبيعة، وكان عنده تقديس نهر النيل. بتلخبط فيهم ليه؟ تتلخبط فيهم هنا بيقول لك كان عنده كتاب بيدفن مع الموتى. الكتاب ده كله صور بينص على ان انت لو احترمت الكائنات الاله يرضى عنك. يبقى اي حاجة لها علاقة بالصور ووسائل التقرب للالهة يبقى انت كده تبع كتاب الموتى. رقم 2 التعويذة، طلاسم، كلام غير مفهوم بيتحفظ، كله نفي نفي نفي، كله دفاع. واحد متهم فاسمها اعلان البراءة، واحد بيدافع عن نفسه. يبقى السؤال بتاعها دايما بيكون منفي، لم اصنع، لم اقتل، لم اشرب، لم اكل. يبقى انت بتتكلم عن التعويذة اللي هي اعلان البراءة. سيبك من التعويذة خليها اعلان البراءة تبقى سهل عليك. عندي احترام، هو احترام ايه؟ احترام مظاهر الطبيعة، خد منها آلهة. يبقى لما يجي لي قرص الشمس، لما يجي لي الاله مش عارف حموت او الاله حور، القمر، خلاص يبقى ده احترام مظاهر الآلهة وعمل عبادة. واي رمز واي صورة للاله زي السماء والشمس والارض والنباتات وامون واتون وابو الهول. حلو. اخر حاجة تقديس نهر النيل. الراجل بيتكلم عن نهر النيل ان هو منبع الحياة، شريان الحياة، قدسوه في الصلاه بتاعتهم، عملوا له اناشيد. اي شيء خاص بالمياه والامطار والزراعه والطعام والخصوبه يبقى انت بتتكلم على تقديس نهر النيل. هتخلي بالكم عملوا له اناشيد في الصلاه عشان هو مصدر الزراعه وهو مصدر الخصوبه ومصدر العطاء ومصدر الطعام ومصدر للنباتات. انت كده معاك المصري القديم في ايدك. طيب نسيب المصري القديم وندخل على الصين. الجماعه الصين احترموا البيئه. طب ايه الدليل؟ كان عندهم اربع افكار. كان عندهم طاو، طاويون، فلسفه طاويه لاوتسي. يعني ايه طاو ده يا مستر؟ طاو دي فكره بتقول ان كل الاشياء اصلها واحد اللي هو اصل الطاو، يبقى معناها المبدا والمآل، معناها مصدر كل الكائنات واصلهم واحد، نهايه كل الاشياء نهايه واحده، هيرجعوا للتراب زي ما احنا بنقول كعرب ومسلمين ومسيحيين ان هنرجع للتراب تاني. هم بيقولوا هنرجع للطاو. خلاص انا فهمت يعني ايه طاو. الطاويون هم اللي بيؤمنوا بالطاو. الناس دول آمنوا بحكمة الوجود، إن كلنا الوجود بتاعنا ده مترابط، في حكمة، إن يبقى في إنسان وحيوان ونبات وده ياكل ده وده يفترس ده، كلنا مترابطين. أول من آمن بترابط الكائنات والتناغم ووحدة المصير والتكامل. خلي بالك من الحتة دي، أول ما يجي لي سؤال بيتكلم عن الترابط والتكامل والتناغم أقول له دي الفكر البيئة عند الصين القديمة. الفكرة الثالثة بدأوا يتفلسفوا، عندهم حاجة اسمها الفلسفة الطاوية. اتفلسفوا قالوا ايه؟ قالوا احنا عندنا فكرة تقوم على المساواة بين الانسان والحيوان، عدم التمييز، لا ينفع نميز ما بين انسان ولا حيوان. يبقى اول ما نتكلم على مساواة او عدم التمييز اطلع اجري وقول لي ده تبع الفلسفة الطاوية. الفلسفة بتاعتهم وقفت على مسافة متساوية من الانسان وما بين الحيوان. ده عندي زي ده. اخر حد عندهم لاوتسي. طبعا كلكم حافظين المقولة الشهيرة بتاعته، الراجل صاحب اول تحذير، اول ما اسمع التحذير او نهي اطلع اجري واختار لاوتسي. النصح، نبه، يتوافق مع الاحترام والصون، قال ان العالم مقدس، قال ان الانسان عاجز عن التغيير والتعديل والتحكم في الكون، هو اللي رفض المركزيه البشريه، رفض التغير في التغيير في الكون، وقال ان الانسان غير قادر، وقال ان الكوكب ده او الكون مقدس لا يسعك ان تغير فيه. كده خلصنا ثلاث افكار. الفكرة الرابعة، الفكرة الرابعة بتتكلم عن علماء العرب، ولازم يكون معاك سؤال هنا كمان. الأسئلة كترت. طبعا علماء العرب هم اتنين في الفكر البي، يا اما علي بن رضوان يا اما عبد الرحمن بن خلدون. اللي لسه بيتلخبط لحد النهارده بقى لك 9 شهور او 10 اكتر من 10 شهور محتار ما بين الاتنين. ليه؟
على ما انا دايما اقول لك علي بن رضوان ده علمي، ده الراجل ده علمي، ودايما اقول لك عبد الرحمن بن خلدون ده راجل ادبي، تعال نكتب له هنا اهو ادبي، عبد الرحمن بن خلدون ده ادبي. ليه؟ بيهتم بعلم الاجتماع والجغرافيا والتاريخ. اما علي بن رضوان ده طبيب بيهتم بالامراض، طبيب بيهتم بالموقع الجغرافي المصري، درس العلاقة ما بين المكان والأمراض وبدأ يفسر، أنت هنا في الريف فجت لك أمراض معينة، يبقى عمل دراسة أيكولوجية تربط السبب بالنتيجة، دراسة أيكولوجية. الراجل اتكلم عن أي حاجة فيها جراثيم وبكتيريا ورطوبة، أي حاجة لها علاقة بالأمراض، يبقى كلمة عفن، كلمة رطوبة، كلمة وباء، فصل الشتاء والأنفلونزا، علة ومعلول، عشان هو علمي، سبب ونتيجة عشان هو علمي. اتكلم عن أخلاق المصريين، قال ان في عدوى وفي حاجه اسمها وقايه، واي شيء له علاقه بالصحه والتغذيه هتختار علي بن رضوان، وافتكر كلام ان انا قلت لك ان هو علمي. طيب عبد الرحمن بن خلدون امتى اختاره؟ راجل بتاع علم اجتماع، لما يكلمني عن اي مجتمعات، لما يقارن اهل الشمال باهل الجنوب، لان هو ميز ما بين البيئات الصالحه للعمران والغير صالحه، لما يجيب لي في سؤال كلمه اهل، اهل الباديه، اهل الحضر، اهل الشام، اهل الريف، بيتكلم عن مجتمعات، عن ناس، عن تجمعات بشريه، يبقى اي مقارنات ما بين شمال وجنوب، بيميز، بيقارن، بيفضل، بيتكلم عن علاقه الموقع بالاكل واللبس لان هو درس الشؤون الاجتماعيه، اتكلم عن السياسه، ما انت ادبي ودارس تاريخ ودارس جغرافيا سياسيه، يبقى انت كده تبع عبد الرحمن بن خلدون. يبقى كلمه السر معانا، علي بن رضوان علمي وعبد الرحمن بن خلدون ادبي، افكار عبد الرحمن بن خلدون كلها تتجمع في افكار ادبيه. فكرة ان الهواء بيأثر في الاخلاق دي فكرة هو مميز بيها، وقعدنا نضحك عليها وقلنا المناطق الحر والمناطق الباردة، اهل المناطق الحر عندهم خفة دم ومرح وفكاهة، اهل المناطق الحر الباردة عندهم غلظة في العلاقات. انت كده معاك علماء العرب. اخر فكرة او قبل المنظمات في فكرة كمان، العلماء المعاصرين او علماء الغرب. فين المشكلة اللي عندك؟ عندك مشكلة في سنجر وتوم ريجن ولا اي مشكلة؟ قدامك هو على البورد على السبورة، تعال نشوف. اول مشكله هتقابلني، الاثنين بيتكلموا عن الحيوان، ولا يهمك، كل واحد ليه دخله. بيتر سينجر دافع عن الحيوان، ماشي. توم ريجن دافع عن الحيوان، ماشي. بس ده هختار امتى وده هختار؟ انا متشائم وبقول ان الاثنين يجوا في اختيار واحد. تعال نحل لك المشكله دي وانت متشائم. هختار بيتر سينجر لان هو رفض الايذاء، ماشي. اتكلم عن المنفعه، دي اللي تهمني. اتكلم عن المنفعه، اتكلم عن السعاده، دي اللي تهمني. رفض التجارب، دي كلمة مهمة جدا. طب تعال نروح لتوم ريجن. توم ريجن رفض إزاء الحيوان أكيد زي سينجر، بس اعتمد على إيه؟ اعتمد على بديهيات، اعتمد على أشياء مسلمة، ساوى بين الإنسان والحيوان. يبقى توم ريجن بيساوي ما بين الإنسان والحيوان، عمل مساواة ما بين ألم الإنسان وألم الحيوان، لكن بيتر سينجر ما عملش المساواة دي خالص. أدي الفرق ما بين الاثنين. طيب تعال نروح لواحد زي ألدو لبولد. عايز إيه يا عم ألدو لبولد؟ قال لنا الموضوع بتاع سنجر وتوم ريجن مش عاجبني، الاطار عندهم محدود، بيتكلموا عن الحيوان بس، انا عايز اوسع الدنيا. ألدو لبولد بيتكلم عن المجال الحيوي، الارض كلها، عشان كده سميناها اخلاق الارض. بيتكلم عن الكون، عن الطبيعه، موسع المجال جدا، حلو خالص. عايز يغير دور الانسان، انت مش سيد الكون، انت عضو عادي، انت مش مستعمر، انت مش احتلال، انت مواطن عادي تعيش في الكون. يبقى غير وجهة النظر، بيتفق مع الطاو في ايه؟ في المساواة ما بين الانسان واي عنصر تاني من عناصر البيئة. يبقى افكار ألدو لبولد فكرة واحدة، وهي فكرة العمومية الشمولية، عشان كده سميناها اخلاق الارض. سيبنا ألدو لبولد ودخلنا على ارن نايس. تكلم عن ايه ارن نايس؟ انا بتكلم عن الايكولوجيا العميقة. طب ما كلنا بنيجي عند كلمه الايكولوجيا العميقه ونيجف، الموضوع تافه. هو عنده 8 افكار، 8 كلمات. بيحب الازدهار، بيحب الترعرع، بيحب عدد السكان يكون اقل، الراجل بيرفض السياسات اللي بتاذي البيئه، الراجل عايز يغير الايديولوجيا، يعني عايز يغير الافكار بتاعتنا. تعال نشوف ايه اهم ما يميزه. الراجل بيتكلم عن قيمه الكائنات المفيده والغير مفيده، النافعه والغير نافعه، ده ارن نايس. احترام ذات الشيء، اصل الشيء، ماهيه الشيء، وده اسمه ايكولوجيا عميقه، بنحترم الشيء بغض النظر عن هو مفيد او غير مفيد. الراجل مش بيهتم بالمنفعه. الراجل بيرفض الانقراض لما قال للانسان ليس من حق الانسان انقاص نوع من الانواع. الراجل بيتكلم عن الازدهار والتنوع وعايز يغير بعض السياسات،
وهنا زي لاوتسي رفض التدخل البشري في الطبيعة، بيتكلم عن القيمة الجوهرية مش بالاستفادة، بغض النظر عن الاستفادة، بيقول ان الاشياء غاية في ذاتها وليست وسيلة، اتكلم عن طبيعة نقية، اتكلم عن تلبية الاحتياجات الاساسية لإيه؟ للانسان، قال للانسان ما تبقاش مستعمر، خد احتياجاتك الاساسية فقط. ده بالنسبة لأرنايس. طب بالنسبة لهانز يونس، لا المسؤولية، حاضر، واحد تاني ليه؟ والمستقبل، خلاص كلمتين، هو ذاكر الاثنين دول بس. اي شيء يقول ان الانسان مسؤول، الانسان واعي، الانسان مكلف، خلاص هانز يونس. اي شيء يتكلم عن الابناء والاحفاد والاجيال القادمه، خلاص يبقى هانز يونس. لا ما تضحكش عليا، طب ما انا عندي دانيال كلاهان شبهه. دانيال كلاهان شبهه، بس دانيال كلاهان لا يوجد مسؤوليه، لا يوجد مسؤوليه، ما عندوش مسؤوليه دانيال كلاهان. من عنده ايه؟ عنده الاسس للحفاظ على حياه الاجيال القادمه فقط. ادي علماء الاجانب او العلماء المعاصرين اللي عاملين لك مشكله. اخر فكرتين هي فكره المداخل وفكره المنظمات. هو انا عندي كم مدخل لحمايه البيئه يا مستر؟ انا عندي 3 مداخل. طب يعني ايه منظمه تطوعيه؟ منظمه تطوعيه يعني مجموعه من الافراد اتعاونوا مع بعض وعملوا جمعيه خيريه. حلو، هيشتغلوا ازاي؟ ب3 مداخل. المدخل الاول هيشتغلوا على مدخل اسمه مدخل اصحاب القرار، واحد اصحاب القرار. حلو، هيروحوا للسياسيين، هيروحوا لبتوع الحكومه والوزاره، هيروحوا للقانون، هيروحوا للوزاره، هيروحوا للدوله، هيقولوا لهم يا جماعه اعملوا ضرائب، اعملوا قوانين، اعملوا تشريعات، هيروحوا للسلطه. يبقى كل ما السؤال جاي لي يقول ايه؟ قامت وزاره الري، وزاره البيئه، وزاره مش عارف ايه، بمنع، باصدار قانون، باصدار تشريع، خلاص يبقى انا هختار هنا كده اصحاب القرار. طيب المدخل الثاني لو احنا عملنا جمعيه خيريه هنروح لاصحاب الاقتصاد، الاقتصاديين الفاعلين. هنطلب منهم ايه؟ دول معاهم فلوس، معاهم مصانع، معاهم مواد خام. هنقول لهم يا جماعه حافظوا على الموارد، الاموال يا ريت نخصص منها جزء لحمايه البيئه، التمويل، الفلوس يا جماعه، مساعدات، لان هم معاهم ماديات، الانتاج، المصانع، التنقيب، الحفريات، الالات، كل ما يخص الاقتصاد هتختار مدخل الاقتصاديين. طيب احنا بقى كشباب متطوع، احنا اسمنا اصحاب المنظمات التطوعيه، احنا اصحاب الجمعيات، مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا نتطوع، ندي ارشادات للناس في الشارع، نصح، نعمل وعي، نساهم بالمجهود بتاعنا مساهمه عضويه، افتكرها من علم الاجتماع، مساهمه عضويه، نشارك مشاركه بقى شعبيه، لو في اي امطار او زلازل او كوارث نشارك احنا بقى بالمجهود بتاعنا. طيب اخر فكره في الباب الاول فلسفه المنظمات. حرام حرام يضيع منك سؤال بالشكل ده. لما يجي لي سؤال ويسالني عن 4 منظمات ويقول لي تختار الصليب الاحمر ولا تختار الهلال الاحمر ولا تختار اليونسكو ولا تختار السلام الاخضر، يا صديق يا صديق احنا ما خدناش غير منظمتين، يا اما السلام الاخضر يا اما المنظمه العالميه للحيوانات البريه. منظمه من اسمها بتقول لك انا سهله، انا بحب السلام، يبقى بمنع اي سلاح، مش عايز اسلحه خالص، يبقى منع السلاح، منع السلاح عشان اسمها السلام. الاخضر انا بحب الزراعه، انا بس عايز احافظ على المحيطات وعايز ارفض الكيماويات، الكيماويات بتتحط على الزرع دي والنباتيات والفاكهه والكلام ده انا مش عايزها، خلاص يبقى دي اسمها السلام الاخضر. طب التاني اسهل بكتير، اسمها المنظمه العالميه للحيوانات، دي بتتكلم عن حيوانات مش عايزه اكتر من الحيوانات. يبقى انا لما يجيلي صيد وحشي، انقراض، محمية طبيعية، حيوانات مهددة بالانقراض، خلاص يبقى انا كده عرفت انها المنظمة العالمية للحيوانات البرية. مستر ممكن يجي لي على الباب ده مقالي ولا يهمك، تعال نشوف لو جالي مقالي هقول له ايه. ادي فكرة سؤال مقالي. بيقول لي في اواخر عام 22 السنة اللي فاتت يعني عقد في مصر مؤتمر بشرم الشيخ، تمام، لمناقشة التداعيات التي طرأت على تأثيرات المناخ، حلو، على البيئة والدعوة إلى الحفاظ عليها. ناقش في ضوء ما درست، إيه اللي أنا درسته في منهج ثالث ثانوي في الفلسفة يتكلم عن الموضوع ده؟ فلسفة البيئة. أحد فروع الفلسفة التطبيقية بتدرس علاقة الإنسان بالبيئة، وعلماء البيئة أقاموا دعوات إقامة توازن ما بين مطالب الإنسان وما بين البيئة، وأبدأ أشرح له الكلام ده كله طبعًا. يبقى أنا كده جاوبت له على سؤاله، وأنا قلت لك في أول حلقة عايز حد تعبيري شوية. طيب تعالى ناخد فكرة تانية. قرر الزعيم الصيني ماو تسي تسونج
عام 1958 إعلان الحرب. هيحارب مين ده؟ إعلان الحرب على العصافير، حلو، والجرذان والذباب والبعوض في صورة حملة. هو عمل حملة كده في الدولة اسمها حملة للنظافة العامة، سميت بحملة الآفات الأربعة. شايف إن العصافير دي آفة ممكن تكون بتاكل المحاصيل، والجرذان دي مشكلة اللي هي الفئران تقريبا، والذباب ده مشكلة، والبعوض ده مشكلة عايز يتخلص منهم. بص السؤال بقى، استخلص من العبارة السابقة أحد مبادئ الأيكولوجيا العميقة. الأيكولوجيا العميقة عند أرنلايس كانت بتقول إيه؟ إن إحنا هنحترم القيمة الذاتية لكل الأشياء بغض النظر هي مفيدة أو غير مفيدة. فأنا هاجي أقول له ليس من حق البشر إنقاص هذا التنوع، واكتب له كمان زيادة على الإجابة بتاعتي وأشرح له إن احترام القيمة الذاتية للأشياء بغض النظر عن الإفادة وعدم الإفادة. باب الأول في جيبك، باب الأول بسبع أفكار بتوعه، بسبع أسئلة بتوعه معك، ما ينفعش ان هم يهربوا منك. تعالى ما تروح فيه، جاهز حبيب كوبايه الشاي بتاعتك ويلا هنكمل، ما ورناش حاجه، احنا قاعدين النهارده للفلسفه، الفلسفه لازم تخلص النهارده ان شاء الله. تعالى ندخل على الباب الثاني كده، الباب الثاني البيوتيقا. كام فكره على البيوتيقا يا مستر محمد؟ كام فكره؟ 9 افكار. الباب الثاني البيوتيقا 9 افكار، ليه كتير؟ هو باب كتير بس سلس. طيب تعالى نشوف كده. الفكرة الأولى هتكون عبارة عن شوية تعريفات، يعني أخلاق تطبيقية. تطبيقية يعني عامة، يعني شاملة في جميع التخصصات. السؤال بتاعك كده ما تعرفش تكلم عن هندسة، تكلم عن فلك، عن طب، شامل. يبقى هنا معلومات عامة في السؤال، يكون شامل أكتر من تخصص، بيتكلم عن العلم والتكنولوجيا، نقول له دي اسمها الأخلاق التطبيقية. حال عشان أنا بتلخبط. البيوطبية، البيوتيقية، لا هنا الطب بس، انت كده دخلت في دايره مغلقه، دخلت في دايره الطب، الاحياء، الطب، البيولوجيا. يبقى اول ما يسالني انا مش عبيط يعني، اول ما يسالني يقول لي تطبيقيه انت كده شامل ما حددتش. اول ما يقول لي البيوطبيه جه فيها كلمه طب اهي، بيو فيها بيولوجيا اهي، البيولوجيا، يبقى انت كده في اخلاق الطب. لو اتكلم عن الطب، البيولوجيا، الاحياء، الاخلاق الخاصه بالدين والفلسفه واللجان الاخلاقيه، لو تفتكر القتل والموت، الحياء، الاجهاض، الانجاب، يبقى انت كده في البيوتيقا. كويس والله يا مستر كنت بتلخبط ما بينهم. طيب عندنا مصطلحات تانية، عندنا كلمة أكسيولوجيا فرع من فروع الفلسفة، عندنا كلمة أنطولوجيا فرع من فروع الفلسفة، عندنا كلمة أبستمولوجيا فرع من فروع الفلسفة. محدش كتير كان بيركز عليهم في الشرح، لكن دايما كنت أقول لك خلي بالك من كلمة الأكسيولوجيا. فرع فلسفي بيهتم بالقيم الخلقية والقيم العملية وقيمة الشيء، ده اللي احنا عايزينه. يبقى لما اجي اكلمك عن البيوتيقا هي جزء من الاكسيولوجيا عشان هي قيم. طيب الانطولوجيا ده بيدرس العلم، بيدرس الوجود، العالم، يبقى الانطولوجيا يعني الوجود اهي، الوجود فرع من فروع الفلسفه او مبحث مباحث الفلسفه، يدرس العالم والكون والطبيعه، ما وراء الطبيعه، يدرس الميتافيزيقا. امال الابستمولوجيا دي ايه؟ فرع من فروع الفلسفه برضه، بس بيدرس المعرفه، العمليات العقلية، يبقى هنا فرع بيدرس المعرفة أو العمليات العقلية أو الحقائق العلمية. طيب يا مستر احنا قلنا في بداية الباب ده واحنا بنشرح ان الجماعة بتوع الطب عندهم أزمة أخلاقية، فجابوا ناس من الفلسفة استعانوا بيهم وعملوا اللجان. اللجان دي قلنا كان أغلبها من الفلاسفة، اللجان الأخلاقية. قلنا كان عندهم طابع اسمه الطابع البراجماتي، وده فلسفة اسمها الفلسفة البراجماتية، ويليام جيمس وجون ديوي. الكلام ده قلنا عليه في الباب الرابع وهنرجع له تاني. عندهم طابع عملي، اهتموا بقضايا فلسفيه، اهتموا بمفاهيم فلسفيه زي الحياه والموت والخير والشر، وكان اغلب الناس دول من الفلاسفه. دي اول فكره. الفكره الثانيه علماء، فكره سهله جدا حتى في المذاكره بتاعتها سهله. ايه العلماء اللي في الباب الثاني؟ علماء سهلين خالص. عند فان بوتر اول واحد استخدم المصطلح كلمه بيوتيقا، حلو، قال ان البيوتيقا علم البقاء، كان بيحافظ على عدم انقراض البشر، الراجل بيحافظ على النوع، الراجل بيحافظ على السلاله، فان بوتر سهله. جاكلين روس اللي قالت عن البيوتيقا علم معياري، حلو، قال بيدرس سلوك الانسان في قضايا الحياه والموت، الحياه والموت. دانيال كلاهين اللي نشر الفكر البيوتيقي، اللي عمل المركز والموسوعه والمجله. طب هانز يونس اللي ربط المسؤولية بالطب، طور مفهوم البيوتيقة شوية، طور مفهوم المسؤولية شوية، خلاه بيتكلم عن الشمولية والمسؤولية، وربط البيوتيقة بأخلاق البيئة، وحذر، خلي بالك من دي،
حذر من خطوط الابحاث العلميه، اي حاجه فيها تجارب هو نبه منها قال يا جماعه دي خطره. ايه علماء تاني عندي؟ عندي احمد زويل وعندي مصطفى محمود. شوف السطر ده كده، كل ما يتعلق السؤال بالجينوم اختار احمد زويل، وكل ما السؤال يتعلق بالاستنساخ اختار مصطفى محمود. الموضوع انتهى. انت عارف سلبيات الاستنساخ والشيخوخه المبكره وغياب مفهوم العائله والانسان كائن مصنوع والقضاء على التنوع، يبقى انت كده بتتكلم على مصطفى محمود. الفكره الثانيه خلصت، نروح للفكره الثالثه. الفكره الثالثه مهمه جدا، بيتكلم عن مجالات الاخلاق. اللجان اللي اجتمعت عملت اخلاق للطب بس في اكتر من مجال. كم مجال؟ ثلاثه. عملنا اخلاق في العياده، حلو، وعملنا اخلاق للبحث العلمي، تمام. عايزين نجيب الثلاثه مع بعض. يبقى عملنا اخلاق عياده، اخلاق بحث علمي، اخلاق السياسه الصحيه. افرق ما بينهم ازاي؟ الموضوع تافه. كل ما السؤال يتمحور حوالين او يلف ويدور حوالين الطبيب والمريض واهل المريض والقرارات العلاجيه، لا يا دكتور ما تمسكش كده، لا اضربه كده، لا يحط ده، لا مش اخلاق ان هو يحط نفسه في ميه ساقعه. كل ما نتكلم في الاطار ده، فكره الحاله العلاجيه او اللحظه العلاجيه ما بين الطبيب والمريض والمجتمع، وان هو ياخد قرار الدكتور ينفع يضربه ولا ما يضربوش، يربطه في السرير ولا ما يربطوش، طب ده واحد مجرم، طب ده واحد عنده حاله عصبيه ممكن يرمي نفسه من الشباك. كل القرارات دي ما يخص الطبيب والمريض والممرض ودكتور التخدير ودكتور مش عارف الجراحه، كل ما احنا في الدايره دي هنختار اخلاق العياده. حلو جدا. المصداقيه ما بين الطبيب والمريض والمعامله والاحترام اخلاق عياده. طيب امتى نختار اخلاق البحث العلمي؟ طلعنا بره العياده خالص وبره المستشفى وبره العمليات وبره اي حاجه لها علاقه بالايه؟ بالمريض، ودخلنا على معمل في تكييف، واحد قاعد بيعمل تجارب، عنده عينات، بيركب دواء جديد، بيخترع دواء جديد، مسؤوليته سعاده المجتمع مش حاله مرضيه واحده. الراجل ده بيستغل اعضاء الموتى، بيشوف جهات خاصه بالابحاث العلميه، بيعمل دراسات، بيجيب مفحوصين، بيعمل تجارب سريريه، يجيب ناس ويجرب عليهم، يبقى انت كده اخلاق البحث العلمي. سيبنا الطبيب رحنا العالم، رحنا الباحث، سيبنا الاثنين ورحنا للدولة، رحنا للوزارة، رحنا للحكومة، يبقى اسمها السياسة الصحية. لو في قوانين، لو في تشريعات، لو في وزارة، لو في حكومة، لو في حاجة تخص الدولة كتطعيمات او اجراءات او تعليمات او بناء مستشفيات او مواثيق دولية، يبقى انت بتتكلم عن السياسة الصحية. جميل. السياسة الصحية اللي هو دور الدولة عندها ثلاث مستويات، يا تشتغل مع الشعب كله فنسميها صحة عمومية، يا تشتغل مع الجماعة المرضى بس فنسميها منظومة علاج، يا تشتغل مع المباني والمعدات فنسميها توزيع الموارد. تعال افهمك اكتر. احنا قلنا ان في حاجة اسمها سياسة صحية، جميل، عندها كم مستوى؟ ثلاثة. لو تعاملت مع جميع الشعب يبقى اسمها صحة عمومية. زي ايه؟ التطعيمات، دي وقاية يا مستر، أنا مش تعبان بس خدت تطعيم، يبقى دي وقاية. أول ما السؤال يكون بيتكلم عن الوقاية أو الحماية أو التوعية، تعليمات للشعب كله، لقاح هياخد الشعب كله، حماية من الأوبئة، يبقى دي اسمها صحة عمومية. حلو. طيب الدولة هتجيب أدوية خاصة بالناس اللي عندهم ضغط بس، دي حماية ولا علاج؟ اللي عندهم ضغط لا ده علاج، اللي عندهم سكر ده علاج، الناس اللي عايزين رعاية صحية ده علاج. يبقى تخلي بالك منظومة العلاج، أي حد هيدخل التأمين الصحي هيبقى سليم ورايح يحمي نفسه ولا تعبان ورايح يتعالج؟ تعبان ورايح يتعالج، يبقى أنت كده منظومة علاج. واحد عايز خدمة طبية أكيد ده تعبان، عايز رعاية أكيد ده تعبان، عايز أدوية، يبقى أنت بتتكلم على منظومة العلاج. طيب إيه توزيع الموارد؟ مؤسسة الصحة دي مش بتشتغل بسراير اللي هي اسره وكراسي ومعدات واجهزه، مين اللي بيوزعها؟ مين اللي بيقول المنطقه دي ما فيهاش نعمل مستشفى هنا ونبعت دكتور هنا ونبعت جهاز تحليل هنا ونبعت جهاز اشعه هنا؟ طبعا الدوله، بس في الحاله دي الدوله تتعامل مع الموارد، اجهزه، اطباء، طواقم التمريض، المستشفيات، البنيه التحتيه. ثلاث افكار معاك، يا اما اخلاق العياده، يا اما البحث العلمي، يا اما السياسه الصحيه. ندخل على الفكره الرابعه. الانجاب الصناعي عمل كم مشكله؟ الانجاب الصناعي عمل خمس مشكلات. المشكله الاولى تلقيح، المشكله الثانيه اخصاب، المشكله الثالثه استئجار، المشكله الرابعه بنوك مانيه، والخامسه بنوك اجنه. في عندي تركات صغيره فيهم ولا يهمك، هنفصلهم واحده واحده.
تعال نبدأ. في مشكلة ما بين التلقيح والإخصاب. أيوة. طب تفصص ما بينهم إزاي أو نفرق ما بينهم إزاي؟ هقولك الموضوع تافه. التلقيح الصناعي سنة تالتة في طرف تالت. في طرف تالت. في عقم أحد الطرفين. زوج وزوجة. في واحد منهم عقيم. فبنستعين بطرف تالت. طب إيه المشكلة؟ عدم معرفة فوضى في النسب. عدم معرفة الأب البيولوجي. في حد عنده حيوانات منوية مشوهة. فهنستعين بطرف تالت. خلاص الموضوع منتهي. مصر كل ما الاقي السؤال فيه طرف تالت هختار تلقيح صناعي. ماشي خلاص مش عارفين مين ابوه، جهلت النسب، الولد مش عارف مين ابوه البيولوجي، هختار تلقيح صناعي. لو الزوج والزوجه ومفيش طرف تالت خالص هيبقى اسمه اخصاب خارج الرحم. ازاي؟ ما هو قال لك نفس الزوج ونفس الزوجه. حلو. بس التخصيب التقاء البويضه مع الحمل المنوي بدل ما كان بيتم داخل الرحم، لا هيتم في المعمل. على ايه الدكتور؟ هيتم في انبوب اختبار. يبقى احنا كده اخصاب خارج الرحم في المعمل. حلو. يبقى الزوج والزوجه في رحم الزوجه؟ لا، ولكن فين؟ عن طريق المعمل. في مشكله في الرحم عند الزوجه، فاحنا هنروح للحاله المخبريه او الانابيب الاختبار، وهنروح نفصل الانجاب عن الجنس. بدل ما الانجاب يتم عن طريق التكاثر الجنسي، لا هيتم عن طريق التخصيب خارج الرحم. ماشي. يبقى هنا الزوج والزوج. استجار الارحام. السؤال هيتكلم عن الست بس. هنجيب ام بديله، انثى مكان انثى. ففي انثى عندها مشكله صحيه، انثى مكان انثى. الست اللي هنجيبها دي هنديها فلوس، هيبقى في استغلال مادي. الست اللي هنجيبها دي هتبقى شغالة، تبقى وظيفة ليها، يبقى امتهان وظيفة الأمومة، هتبقى مهنة. في سيدة خايفة على جمالها، تقول لك لا أنا مش هحمل 9 شهور وأعطل شغلي ومش عارف إيه ومظهري وشكلي، فهنجيب حد بديل. السؤال دايما هيتكلم عن 2 أم. خلي بالك من الجزئية دي. خلاص؟ طيب واحدة متطوعة وواحدة مش عارف إيه، أول ما تلاقي 2 ستات في السؤال خلاص ده اسمه استئجار الأرحام. أم بديلة، أم بيولوجية، أم حاضنة، أم متبرعة. نروح لمشكلتين شبه بعض، بنوك المنية وبنوك الأجنة. يا شباب يا بنات، هنا أنا ببيع لك حيوان منوي بس، واحد فاتح بنك بيبيع لك نص الإنسان، نص السلعة، والتاني بيبيع لك السلعة كاملة، اسمها بنوك أجنة. طيب مين اللي بختار فيه الصفات؟ اللي تختار فيه الصفات بنوك المنية. هتروح تقول له والله أنا عايز بنوك منية للعباقرة أو طوال القامة، عايز حيوانات منوية لناس عندهم ذكاء مرتفع. يبقى أول ما يكلمني عن الصفات بس هنا كده في عنصرية، يبقى انت بتتكلم على بنوك المنيه. اما البنوك الاجنه هتشتري جنين كامل، وممكن الزوج والزوجه يروحوا يعملوا حفظ اجنه او تجميد اجنه، فدي في المستقبل استخدامها في المستقبل. فهنخلي بالك غياب الحمايه القانونيه، اجنه هتتعامل مخصوص للتجارب، هيتعارض مع كرامه الانسان، التخلص من الاجنه الفائضه مشكله كبيره جدا، بويضه ملقحه، وقلنا ان احنا هنستخدمهم في المستقبل سواء لنفس الزوجين او لازواج اخرين ممكن نبيع لهم الكلام ده. انا خلصت كده من الانجاب الصناعي. ندخل للفكرة رقم 5 في الباب التاني، وهي زرع الاعضاء. سهلة جدا يا مستر، زرع الاعضاء دي سهلة خالص. امال ايه مشكلتك؟ مشكلتي مع موت الدماغ والحالة النباتية. طيب تعال نشوف زرع الاعضاء. سهلة يا مستر، زرع الاعضاء في حد متبرع. ماشي. في حد بياخد فلوس مقابل مادي. في حد بيتاجر. تجارة اعضاء، البحث عن اموات، استغلال الانسان، ربح سريع، واحد عنده تشوهات او عنده نقص بنديله مقابل مادي، بناخد منه تعويض، بائع، مانح، متبرع، ده زرع الاعضاء. سهله. ماشي. مشكلتك فين؟ لسه ما جاتش. قيمه الحياه، لا مش مشكله. الموت، الاجهاض، واحد بينتحر، واحد بيشيل اجهزه عن واحد هيموته، فده كل ده اسمه قيمه الحياه. ماشي. قيمه الحياه سهله. الانتحار، واحده هتعمل اجهاض، كل ده قيمه الحياه. يتعارض ان الانسان حياته مقدسه فليها قيمه. لسه ما جيناش عند المشكله بتاعتك. المشكله بتاعتك هنا، هل هي موت دماغ ولا حاله نباتيه؟ الاثنين يا مستر يضحك عليا ويقول له فقد الوعي الاثنين. بس مين اللي ينفع يرجع؟ اللي ينفع يرجع يا مستر هو الحاله النباتيه. طب مين اللي راح مش هيرجع تاني؟ ده موت الدماغ. مين اللي يعتبر دليل شرعي قدام القانون انه مات؟ طبعا موت الدماغ. تعال نشوف موت الدماغ. تلف جذع المخ. ماشي. تلف خلايا جذعيه. ماشي. موت الدماغ ليس دليل على الموت؟ لا، دليل على الموت، دليل على الموت، بدليل ان المحكمه ممكن تحكم لك ان توزع الميراث، خلاص مفيش مشكله. طيب عندي توقف الوظائف الاساسيه، بتقف خلاص، مفيش عوده تاني. تصريح رسمي على الموت، توقف الوظائف،
ممكن بقى هنا نعمل فصل انابيب وهنبقى عملنا كده حاجه اسمها قتل رحيم. طب تعال نشوف الحاله النباتيه. الحاله النباتيه في غيبوبه فقد الوعي، بس ينفع يعمل حركات انعكاسيه، ينفع يتكلم كلام مش مفهوم، ينفع يحرك الاصابع، ينفع يحرك العين. وانا كنت بقول للطلبه افتكروا بالنبات بينمو، لسه في حياه، لسه في الروح. في بعض الوظائف وقفت لكن في بعض الوظائف الاخرى شغاله. الفكره رقم 6 وهي الهندسه الوراثيه، كلمتين، تختار جينوم ولا تختار استنساخ؟ كل حاجه لها علاقه بالامراض او بالمستقبل ده جينوم، كل حاجه لها علاقه بصنع الانسان واستنساخ، هعمل كوبي من انسان يبقى ده اسمه استنساخ. تعال نفصصهم واحده واحده. التنبؤ الوراثي في المستقبل هيجي لك امراض ولا مش هيجي لك امراض؟ جينوم. اجهاض جنين مشوه، جينوم. امراض المستقبل، جينوم. اضطراب حياه الانسان، لما نعرف المعلومات دي ان بعد 10 سنين هيجي لي مرض كذا وكذا حياتي هتضطرب. سرقه المعلومات، جينوم. اللي يديك مخزن خلايا، دلوقتي واحد قالوا له زي حالاتي كده شعرك هيخف بعد كام سنه، فيبدا ياخد خلايا دلوقتي سليمه ويحفظها في بنك الخلايا، وبعد 10 سنين 20 سنه يروح جايب منها وزرع تاني. فاللي هيعمل لك مخزن للخلايا هو الجينوم، اللي هيعمل لك تنبؤ بالمستقبل هو الجينوم، اللي هيعالج الخلل والامراض هو الجينوم، اللي هيديك معلومات هو الجينوم. حلو. طيب تعال نروح للمشكله الثانيه، الاستنساخ. مفيش حاجه، مفيش علاج، ده انا انسان اهو هاخد مني خليه وابدا القحها مع بويضه مفرغه، يعملوا بيبي صغير، جنين صغير اتحط في رحم ست 9 شهور يتولد يبقى شبهي بالظبط. حلو جدا، ده اسمه ايه؟ استنساخ. طبعا مش شرح تفصيلي، ولكن احنا عايزين ناخد الكلمات الداله عليه. لما يقول لي خليه وراثيه، لما يقول لي كائن مصنوع، لما يقول لي القضاء على التنوع، قلنا مصطفى محمود وقف وقفه عند الاستنساخ وقال ان عليه ثوره علميه ولكن عبثيه، بيقضي على كرامه الانسان، بيقضي على التنوع. مفيش حاجه اسمها والدين، مفيش اب وام، مرفوض في الانسان، ممكن يكون مباح في الحيوان. طبعا شيخوخه مبكره، الانسان المستنسخ ده هتجيله امراض الشيخوخه بشكل مبكر. الانسان هيبقى كائن مصنوع. عندنا مشاكل اكتر من كده، ولكن ندخل على الفكره رقم 9. سبعة وثمانية وتسعة كمان. طيب ناخد الفكرة رقم 9. عندي جزئية بتتكلم عن معايير الأخلاق الطبية الحديثة، هو أنا إزاي أحكم على الدكتور ده عنده أخلاقيات ولا لأ؟ قال لي في 4 معايير. هل لما رحت عنده نفعك بشيء المنفعة؟ هل لما رحت عنده مفيش أي أذى حصل لك الحمد لله؟ هل لما رحت عنده كان بيحترم رأيك؟ هل لما رحت عنده بيعامل الناس كلهم زي بعض؟ المساواة والعدل. يبقى أنا عندي 4 معايير لحاجة اسمها المعايير الأخلاقية أو المعايير أخلاق الطب الحديثة. أول معيار المنفعة، لازم السؤال يكون إيجابي سنة ثالثة. إيجابي يعني إيه؟ رحت عنده كنت بشكي من ألم وخفيت. آه حلو. عمل لي رعاية صحية. حلو. اعتنى بيا، ماشي. كل ما كان عامل لي إيجابية في حياتي بعد ما طلعت عند الدكتور ده يبقى اسمه معيار المنفعة. ماشي. هنا كل ما السؤال يكون سلبي، عدم الحاق الاذى، عمل لي اهمال، جاب لي فيروس معين، عمل لي عدوى، في خطر جه على حياتي من عنده، يبقى هو كده ما احترمش. دي بتنفي، نفي نفي اثبات. احنا عايزينك يا دكتور عدم الحاق الاذى، هو ما عملش كده، هو اذاني، يبقى اسمها عدم الحاق الاذى، ما احترمش البند ده. طب لو هو احترم البند ده وانا دخلت من عنده طلعت ولا فادني بحاجه بس ما ضرنيش، يبقى انا هختار عدم الحاق الاذى. طيب الاستقلاليه الفرديه، حرية المريض، بيحترم رأيك، بياخد رأيك في كل حاجة، بيستشيرك، مش بيجبرك على حاجة، كل حاجة بإرادتك أنت، يبقى احترام الاستقلالية الفردية، حرية طوعية، عدم إجبار المريض، بينصحك فقط، النصح فقط. جميل. تعال نروح للعنصر رقم 4، المساواة والعدل. راجل بيشتغل على عدم التمييز، مش بيفرق ما بين المرضى بتوعه ولا حسب الجنس ولا العرق ولا اللون ولا الديانة ولا أي حاجة، كافة الناس عنده سواسية. خلصت فكرة معايير الاخلاق الطبيه الحديثه. ندخل على الفكره ما قبل الاخيره وهي عناصر الموافقه المستنيره. كم عنصر؟ 5. اي دكتور بيعمل ابحاث او اي عالم بيعمل ابحاث وتجارب هيجيب ناس يجرب عليهم. عندك 5 مراحل للموافقه المستنيره. اول حاجه ان الطبيب يقول لك على كل التفاصيل، فبنسميها الافصاح. حلو. الافصاح اللي هي اخبار الطبيب للمريض، يبلغه
يكشف له كل حاجة المكاشفة، يمده بالمعلومات اللازمة عشان تبقى العلاقة بينهم قايمة على الوضوح من الأول. تمام. رقم اتنين، الفهم. هل المريض المعلومات دي كانت واضحة بالنسبة له؟ المحتوى كان باين بالنسبة له؟ هو واعي ومدرك الكلام ده؟ يبقى واحد الإفصاح، اتنين الفهم. تلاتة الأهلية، الشخص اللي انت جايبه ده مؤهل عقليا وقانونيا، سن مناسب، في كامل قواه العقلية، قادر يتحمل نتيجة قراراته، يبقى احنا بنتكلم عن كامل قواه العقلية، مدرك للعواقب، قادر على اتخاذ القرار، يتحمل النتائج. حلو، يبقى دي اسمها الأهلية. الطوعية، هل جاي باختياره بإرادته ولا جاي مجبر مضغوط عليه تحت التهديد؟ يبقى احنا نختار الطوعية في حالة عدم الإجبار، عدم التهديد، هو جاي حر، عنده إرادة حرة، مشارك مشاركة حرة. آخر حاجة ان هو هيوافق ويديني إقرار مكتوب اللي هو القبول أو إقرار كتابي، وشرحناها كتير، وقلنا زي ما حصل وباء بتاع كورونا وأثناء التلقيح كان كل واحد من الطلبة بياخد ورقة يمضي عليها بابا وماما ان هم موافقين على ان هو ياخد اللقاح. آخر فكرة رقم 9 هي فكرة التحري الوراثي. يعني ايه تحري وراثي؟ احنا هنجمع معلومات عن الناس بناء على الوراثة. ادخل اعمل تحليل دي النية وتعال. ليه؟ عشان نشوف جيناتك. ليه؟ عشان احنا هنوظفك في وظيفة اللي جيناته قوية هيتوظف معنا، اللي جيناته ضعيفة وعنده امراض وراثية هنستبعده. طب ايه المشاكل اللي هتترتب على التحري الوراثي؟ هيبقى عندي اربع مشكلات. المشكلة الاولى التمييز كده مش على اساس القدرة العقلية، مش على اساس الكفاءة والنجاح والتحصيل الدراسي. التمييز هنا هيكون على اسس جينية. يبقى اول مشكلة هتقابلني اسمها التمييز على اسس جينية. حلو ماشي. اختارها امتى؟ الموضوع هنا خاص بالدولة. يعني ايه خاص بالدولة؟ يعني تلاقي مثلا في التعليم غالبا خاص بالدولة. هتلاقي مثلا في التعليم في اسس ماشيين عليها، اللي عنده صم وبكمة واللي عنده اي امراض كده عقلية ما ينفعش يدخل مع طلبة العام في المدارس، دي مدارس مخصصة. يبقى هنا اسس ماشيين عليها اسمها التمييز على اسس جينية. سن التجنيد، اللي طوله مش عارف اقل من كام واللي عنده امراض كذا وامراض كذا وامراض كذا ما ينفعش يدخل، دي اسس خلاص ثوابت. يبقى هنا خاصه بالدوله، بتبقى حرمان من بعض الحقوق السياسيه، حرمان مثلا من التامين او حرمان من التعليم، ودي بتكون اعمال سياسيه خلاص. تمام، خاصه بسياسه الدوله عشان كده سميناها اسس جينية. طيب التفرقه في المعامله، لا مش خاصه بالدوله، غالبا خاصه بفرد زي حالاتي كده قدامه اتنين بيفرق ما بينهم، واحد صاحب مصنع جاي له اتنين موظفين عنده، ده هيرقيه وده مش هيرقيه بناء على الجينات، فبنسميها التفرقه. مرتبطه بالقطاع الخاص وغالبا فيها تعاملات مش عباره عن قوانين ولا لوائح، معلم مع طلابه، صاحب شركه مع عماله، ممكن اب مع اولاده، بس دي فيها تعاملات. المشكله الثالثه هتبقى عندي حاجه اسمها اليوجينا. ايه اليوجينا دي كمان؟ اليوجينا دي يا مستر علم خاص بتحسين السلاله. سلاله؟ تمام. يعني ايه كلمه سلاله؟ الجنس البشري يا مستر، نوع من البشر، فصيله معينه، عرق معين، عايزين يعملوا له اباده. ليه؟ عشان العرق ده لو تزوج وتناسل وتكاثر هيطلع ناس نفس العينه كده، والعينه دي سلاله مش حلوه، احنا عايزين نستبعدها خالص. ده مين اللي بيقول كده؟ اليوجينا. يبقى اول ما تسمع ضغوط سياسيه او ضغوط اجتماعيه او عدم زواج او عدم انجاب او اجهاض اجنه مشوهه او اباده جماعيه او تطهير عرقي او في نسل معين نوع معين عملوا لهم عقم، حطوا لهم حاجه في الميه عشان يبقوا عندهم عقم ما يخلفوش تاني، ده اسمه ايه؟ اليوجينا. الحتميه الجينيه، يعني ايه حتميه جينيه؟ شيء حتمي يعني شيء ضروري. الجينات اصبحت ضروره، يعني ايه؟ هي اللي بتجبر الانسان، الانسان مش حر، امال مين اللي حر؟ الجينات. بايدها تخليك تجبر في الوظيفه او ما تقبلش. ماليش اراده، جينات والله رفضوني حاجه خارجه عن ارادتي عشان خاطر الجينات، يبقى اسمها الحتميه الجينيه. الانسان بيحس ان هو مجبر، التحكم بيكون للطبيعه او للجينات، الانسان مسير وليس مخير، بيحس ان هو مش مسؤول. المحامي يجي يقول لك ايه؟ انا موكلي بريء، ازاي؟ ما قتل واحد، لا ده جيناته هي اللي عنده مرض جيني هو اللي بيعمل كده. يبقى خلى الانسان ملوش اي اراده والتحكم كله لمين؟ للجينات. الجينات تؤثر على سلوك الفرد، الجينات تجبر الانسان رغما عن ارادته، يبقى في حته هنا اسمها الجبريه. مستر الباب كده طويل جدا وتعصر الى حد ما في ذهني، ولكن انا خايف من المقالي، ولا يهمك، لو جينا مقالي ايه الافكار اللي ممكن تجينا؟ اول فكره مثلا ممكن يقول لي فعل مسبب للموت وذلك شفقة، احنا هنعمل فعل معين هيخلي واحد يموت، بس احنا بنشفق عليه ورأفة تجاه المريض،
غير قابل للشفاء. واحد خلاص ما غير قابل للشفاء البتة يعني نهائيا اطلاقا، الدكاترة قالوا مش هيصحى، مفيش منه الرجع. وذلك من اجل وضع نهايه لالامه المبرحه. واحد الدكاتره قالوا يا جماعه مفيش امل منه، احنا ممكن نعمل فعل معين نموته شفقه، احنا كده بنرحمه. تناقش العباره السابقه احدى القضايا الهندسه الوراثيه، طبعا هنا هو يقصد موت الدماغ بس احنا هنكتب القتل الرحيم، احنا كده على رايهم يعني بنموته او بنرحمه. تعال نشوف كده الاجابه ممكن تكتب ايه. تناقش العبارة السابقة احدى قضايا البيوتيكا وهي الموت الرحيم او القتل الرحيم. طيب فكرة تانية، على الجهات الطبية الا ترغم، يعني ترغم يعني لا تجبر الاشخاص باخذ علاج او لقاح تحت اي ضغوط او اي اجبار. طبعا العبارة بتشير للطوعية، حتى هو بيقول لك ايه في المطلب بتاعه، استخرج احدى عناصر الموافقة المستنيرة. انا عندي خمسة، هو عدم الإجبار يعني الطوعية، يبقى أنا أقول له تشير العبارة السابقة لأحد عناصر الموافقة المستنيرة وهو مبدأ الطوعية. زي ما احنا راح فين؟ تعالى مكملين إن شاء الله. مكملين على إيه إن شاء الله؟ مكملين على الباب الثالث فلسفة المهنة. يلا بينا. الباب الثالث فلسفة شباب، بيتكلم عن العمل. كم فكرة مصر في الباب؟ قلنا 7 أفكار. طيب نبدأ بالفكرة الأولى. فكرتنا الاولى لما ينفق كل التعريفات او مقدمه الباب بالتعريفات. طب ايه المقدمه؟ الباب بيتكلم عن العمل، فبيكلمنا عن قيمه العمل. هل العمل مهم ولا مش مهم؟ انه العمل مهم جدا عشان تحويل الطبيعه، بيحول المواد الخام من صوره لصوره. لازم اشتغل عشان اروض الطبيعه، اسيطر على الطبيعه. العمل ضروري عشان يميزني عن الحيوان، يبقى وظيفه تميز الانسان عن الحيوان. بيستخدم المواد الخام او الموارد، طبعا خلاصه خيارات الطبيعه كلها بنستخدمها من خلال او بنستخرجها من خلال ايه؟ العمل. خلاص دي مقدمه الباب. طب انت قلت يا مستر الجزئيه دي عباره عن التعريفات، لازم ندوس شويه على التعريفات. طيب تعالى كده وريني التعريفات اللي عليها. لازم في الاول اكون عارف يعني ايه اخلاق تطبيقيه، خدتها في الباب الثاني يا مستر، قواعد عامه وشامله لكل التخصصات، ممتاز. طيب ايه اخلاق المهنه وايه اخلاق الوظيفه ويعني ايه وظيفه؟ يعني انا عندي 3 مفاهيم دول مهمين جدا، اخلاق واخلاق. بس دي اخلاق مهنه، طب ما دي قواعد ودي قواعد، ما دي مبادئ ودي مبادئ، دي اسس ودي اسس، دي معايير ودي معايير، دي ضوابط ودي ضوابط، بس فين؟ دي مخصصه للمهنيين، لاي عمل يدوي، عمل حرفي، ناس صنايعيه. لكن دي مخصصه لمين؟ مخصصه لسلوك الموظف، سلوك الاداري، الفساد الاداري. يبقى الاثنين اخلاقيات، ولكن دي للمهنه ودي للوظيفه. طيب تعالى نعرف يعني ايه وظيفه. وظيفه يعني حضرتك كده ان شاء الله خلصت 4 سنين جامعه ولقينا لك مكان كده في شركه ولا في مكان، وقلنا لك تعالى انت هتتوظف، فحطينا عليك مهام ومسؤوليات، عملنا لك تكليف بحاجه معينه، يبقى مهام او اختصاصات او صلاحيات او خدمات مدنيه بتقدمها للناس وتحصل قدامها على مقابل. دي اهم التعريفات في الباب. تعالى نروح للفكره الثانيه، مشكله عند بعض الناس، اراء الفلاسفه. احنا قلنا للفلاسفة تعالوا زي ما حطيتوا اخلاق للطب اللي هي البيوتيكا، عايزينكم تحطوا اخلاق للمهنة. قالوا خلاص ما فيش مشكلة نيجي. قعدوا اختلفوا، فريق اول فريق تاني فريق تالت. تعالى الفريق الاول شوفوا عايز ايه. الفريق الاول انا كان محط قواعد اخلاقية تبقى عامة، ونقول طب ما في مهن مختلفة عن مهن تانية، قال له خلاص يبقى فيها الطابع العام والطابع الخاص. ده الفريق الاول. الفريق الاول انا قالك انا ما احبش السلطه، ان حد يبقى متحكم فينا، لا مش عايز، يبقى رفض كل اشكال السلطه. ماشي، قال عشان اطالبك باخلاقيات المهنه لازم تكون بتمارسها، اما انت لو اعتزلت المهنه ما عادش كارنيه المحاماه خلاص مش هطالبك باخلاقيات المهنه. فجعل الممارسه شرط، الممارسه العمليه. فلما يجي يقول لي كل من يعمل في مجال الاعلام مطالب بها، اقول له ايوه الفريق الاول، لان هو جعل الممارسه شرط. أخلاق المهنة عنده تعد قانون يلزم كل من يعمل بالمهنة. تمام، يبقى سلوك أعضاء المهنة ده بالنسبة للفريق الأول. رحنا للفريق الثاني، أنت عايز إيه فريق تاني؟ قال أنا بالنسبة لي الأخلاق لازم تكون مرتبطة بالطبع الثقافي، ثقافة البلد اللي أنا فيها. قلنا له ماشي. قال لي حسب بقى، في الريف غير في المدينة غير في القاهرة غير في أي محافظة تانية تختلف حسب الطبع الإيه؟ الثقافي. قلت له ماشي مفيش مشكله، يبقى انت تبع الطبع الايه؟ الثقافي. رحت للفريق الثالث، انت عايز ايه الفريق الثالث؟ قال لي انا عايز افحص الثقافه السائده اللي في المجتمع. ماشي نفحص الثقافه، وبعدين
عايز اشوف المجتمع ده ايه اللي بيميزه، وبعدين بحط الاخلاقيات بناء على السمات الشخصيه. هشوف الشخص اللي محب لمهنه التعليم والشخص الكاره لمهنه التعليم. لو لقيتش اي شخص كاره لمهنه معينه ما ينفعش يتم استبعاده او لا يتم مطالبته باخلاقيات المهنه. هما دول الثلاث فرق اللي عليك. تعال نروح للاهم. في جزئيه اهم من كده بكتير جدا، جزئيه خطيره كمان. لو احنا عملنا ميثاق، لو احنا عملنا لائحه، هتبقى مهمه في ايه؟ هي الجزئيه دي جزئيه مهمه جدا سنه ثالثه. لو الفلاسفه ربنا اكرمهم ونجحوا وعملوا ميثاق اخلاقيات المهنه، ايه اهميته؟ قال لي هتكسب اربع حاجات. قلت له ايه هما؟ قال لي رقم واحد هتكسب حاجه اسمها الصوره الذهنيه الايجابيه. لو انت صاحب شركه او صاحب مصنع اهتميت باخلاق المهنه بالميثاق، الناس هتاخد عنك فكره حلوه، العملاء والزباين، المستفيدين، اصحاب المصالح، المجتمع، المواطنين. لو انت اهتميت بخدمه العملاء هياخدوا عنك صوره ذهنيه ايجابيه. يبقى رقم واحد دي بتكون خاصه بايه؟ بالعملاء. لو السؤال بيتكلم عن العميل عنده ثقه فيك، العميل واخد عنك فكره كويسه، هتختار صوره ذهنيه ايجابيه. طيب هستفيد ايه كمان لو انا اهتميت بالمواثيق الاخلاقيه للمهنه بتاعتي وبقيت منضبط كده وملتزم؟ قال لي رقم اتنين هتبقى انسان عندك التزام بالمسؤوليه القانونيه والاجتماعيه. هيبقى مهتم بتاريخ الصلاحيه لو انت بتنتج حاجه معينه في الانتاج، هتبقى مهتم بتقليل الخلل والمخاطر، هتبقى خايف من القوانين، خايف من التشريعات، خايف من الضرائب، هيبقى انسان عندك التزام من الناحيه القانونيه والناحيه الاجتماعيه، تمام؟ يبقى هنا لو السؤال خاص بالقانون. طيب ايه كمان هستفيده؟ هتستفيد ان الاداء عندك هيكون منتظم، لا هيبقى في عطل كل شويه، ولا النهارده قافلين، ولا ده النهارده نص يوم، ده النهارده المكنه دي باظت، مش هيبقى عندك الكلام ده، هيبقى عندك اداء منتظم. ناتج عن ان انت ملتزم قانونيا، ناتج عن ان انت ملتزم بالميثاق، فهيبقى عندك النظام بتاعك والسيستم بتاعك والاداره، وعندك دايما مراقبه على العمال بتوعك، فهيبقى عندك عنايه بالالات اللي عندك، عنايه بالسيستم والنظام، هيبقى عندك حاجه اسمها تحسين الاداء كويس. هكسب ايه كمان؟ قال لي رقم اربعه هتكسب حاجه اسمها الاستغلال او الاستخدام الامثل للموارد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الناس اللي عندك في الشركة أو في المصنع دول ملتزمين بميثاق أخلاق المهنة، وبالتالي المواد الخام اللي معاهم هيرموها على الأرض؟ لا، هيحافظوا عليها، فهيبقى عندي حاجة اسمها استخدام أمثل للموارد. هيبقى عندهم إهدار للكهرباء والمية والخامات؟ لا طبعا، هيبقى عندهم استخدام أمثل للموارد. هو بيقول لك قرار متعلقة بالإنتاج، المعدات بتاعتك، الإصابات بتاع العاملين، العطل، الإنتاج، اي سلعه هتطلع معيبه هيعملوها اعاده تصنيع واعاده تدوير، مش هيرموها في الشارع. يبقى انت عندك كده استخدام امثل للموارد. عندي فكره رابعه برضو مهمه جدا، وهي دور الفيلسوف. احنا قلنا الفلاسفه قعدوا مع بعض عشان يحطوا اخلاقيات المهنه، اتخانقوا ببعض وعملوا ثلاث اراء، الفريق الاول، الفريق الثاني، الفريق الثالث، بس في النهايه ربنا اكرمهم ووفقهم وعملوا اخلاقيات المهنه. ايه الدور بقى اللي عملوه؟ هم عملوا اربع خطوات. اول حاجه قالوا احنا لازم نحلل البلد دي، ندرسها كويس، يبقى تحليل الواقع الثقافي، دراسه المجتمع، وهيبحثوا عن الاسباب، وهيتتبعوا تاريخ المجتمع ده والخلل فين، وهيراجبوا الاوضاع الاجتماعيه. يبقى اول حاجه هيدرسوا، هيعملوا دراسه، دي اول خطوه، عملوا دراسه. رقم اتنين هيبدا يحددوا الاسس اللي هيشتغلوا عليها، تحديد الاسس، وده بيستند للقيم العامه اللي في البلد دي، هم درسوها فعرفوا القيم اللي موجوده، وهيبداوا يحددوا القواعد العامه. رقم ثلاثه هيجيبوا الورقه والقلم ويبداوا سن التشريعات او وضع الميثاق، وضع اسس الميثاق، يبقى هنا يحدد معايير اخلاق المهنه داخل الميثاق. الحاجه الرابعه بعد ما خلصوا الميثاق وكتبوه وخلاص واتمضى واتختم، هيبداوا يلتزموا بيه بالسلوك الاداري في اخلاقيات العمل، الالتزام بالسلوك الاداري، ده كان اسمه دور الفيلسوف في وضع اخلاقيات المهنه. طب نكمل الفكره اللي بعد كده. عندي الفكره الخامسه هي اخلاقيات الوظيفه العامه، مهمه جدا جدا جدا. انا عندي الوظيفه فيها خمس عناصر. تعريف الوظيفه، يعني ايه وظيفه؟ اخلاقيات الوظيفه، يعني ايه اخلاق الوظيفه؟ اخذناهم الاثنين دول. عندي عناصر اخلاق الوظيفه، العناصر، الموظف ايه اخلاقياته؟ عندي بعد كده المبررات، ايه المبرر يخليني اهتم بالموظف واخلاق الموظف وتحسين اخلاق الموظف؟ وعندي بعد كده الاليات. تعال نبداهم واحده واحده. احنا خلصنا تعريف الوظيفه، مهام وصلاحيات، وخلصنا اخلاقيات الوظيفه، وهندخل دلوقتي على عناصر اخلاق الوظيفه.
كل البنود وكل الصفات اللي تتخيلها اسمها أخلاقيات الوظيفة، زي حب العمل والإتقان في العمل والأمانة في العمل والمصداقية والشفافية والمساواة، كل الصفات دي اسمها عناصر أخلاقيات الوظيفة. طيب أنا كمدير مؤسسة أو مدير شركة، إيه الدافع اللي خليني أهتم بالموظفين وأخلاقياتهم؟ إيه المبرر؟ يبقى أنا عندي حاجة اسمها مبررات. طيب تعال نشوف المبررات. أول حاجة تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، أنا بهتم إن الناس يكون عندهم أخلاقيات عشان نقدم خدمة كويسة. رقم 2 عشان ننمي قدرات العاملين. رقم 3 عشان نعزز أداء الشركة بتاعتنا، عشان يبقى فيه شفافية، عشان يبقى فيه احترام، عشان يبقى فيه ضمان لمصالح الناس. حلو، يبقى دي اسمها كلها فوائد. هنا فوائد، الناس اللي كانت بتلخبط ما بين عناصر وما بين المبررات. العناصر كلها صفات إيجابية، كل الصفات الإيجابية. المبررات كل الفوائد اللي هناخدها. طيب تعال نشوف الآليات، ايه هي الطرق او ايه هي الوسائل اللي ينفع استخدمها عشان احسن اخلاق الموظف ده. واحد يقول لي يا مستر نركب له كاميرات، نراقبه، خلاص يبقى وضع نظام رقابي، وضع نظام رقابي ايه الرقابة. واحد تاني يقول لي يا مستر لو لقينا حد مخالف نعاقبه، يبقى وضع جزاءات اللي هو العقاب والخصم والعقوبات والذم والتوبيخ واللوم. واحد تاني يقول لي يا مستر لو لقينا ناس مميزة نكافئهم عشان صحابهم يعملوا زيهم، خلاص يبقى وضع المكافآت او التقدير للناس المتميزة. كل دي عبارة عن وسائل بدأناهم، قلنا في الرقابة وقلنا هنعاقب الناس وهنكافئ الناس، هنكلمهم عن الضمير، وأنا كحد قدوة أو كصاحب مصنع أو صاحب شركة هبدأ أعلمهم أن الموظفين في الدرجات العليا هم القدوة، وأبدأ أغرس فيهم الضمير وأكلمهم عن الصلاحيات، كل واحد له صلاحيات، وأبدأ أكلمهم عن الالتزامات الخاصة بيهم. كده خلصت الآليات. طيب ناخد الفكرة اللي بعد كده، عندي جزء مهم جدا خاص بالفلاسفة، مهم جدا، 6 فلاسفة بيتكلموا عن العمل. نبدأ بأول واحد، خد الكلمات الدالة عليه، أساسية في حياتك، أساسية في إجابتك على أي سؤال. أفلاطون، أرسطو، فارابي، ابن خلدون، هيجي، آدم سميث، 6 علماء. ذكرهم ازاي دول؟ الامتحان بعد بكره ولا الامتحان قاعد 3-4 ايام عليه، ايا كان بتسمع الفيديو ده امتى. الموضوع سهل جدا، الموضوع بسيط. افلاطون بيدعو الى تقسيم العمل، حصل، عايز يقسم العمل، قال ان الانسان عنده احتياجات اساسيه 3، الغذاء والمسكن والملبس، حصل، حاجات اساسيه. قال ان الانسان يقدر يحقق حاجاته بحاجتين، يا مجتمع بدائي يا مجتمع متحضر. مجتمع، نتكلم عن مجتمع سياسي، قلنا هتعيش يا اما في مجتمع بدائي يا اما مجتمع تحضر، تمام. مجتمع بدائي هتخدم نفسك بنفسك، مجتمع متحضر في تقسيم العمل، توزيع الادوار. افلاطون نفسه بيفضل توزيع الادوار، ليه؟ عشان تبقى السلعه متقنه وعشان العامل يستريح، العامل هيستريح بعد تقسيم العمل. بس افلاطون مش عايز يزود الانتاج، عدم زياده الانتاج. افلاطون جعل العمل خدمه. افلاطون اغفل، نسي البعد الاقتصادي للعمل. افلاطون قسم العمل، خد انت الحراسه وخد انت تجمع الحطب وانت وانت وانت، وزع الادوار. بعد توزيع الادوار طلع عند المواطنون الاحرار وطلع عند العبيد. المواطنين الاحرار شايفين ان العمل اليدوي بيقلل من الشرف، المواطنين الاحرار هيشتغلوا في الفلسفه والسياسه، العبيد هيشتغلوا في كل الاعمال اليدويه. حلو جدا، يبقى انا فهمت دلوقتي دماغ افلاطون رايحه فين. وبيقول ان قمه العداله لما كل طبقه تلتزم بشغلها، كل واحد يشتغل في ايه؟ في مهنته. يبقى انا فهمت دماغ افلاطون كده، افلاطون ما راحش للعبوديه مباشره، افلاطون راح دايركت كده مباشره لتقسيم العمل. تعال نشوف ارسطو، ايه افكارك يا عم ارسطو، ايه كلماتك؟ ارسطو بيقول انا اول حاجه تعيشوني في مدينه. ليه؟ قال المدينه سبب السعاده. وبعد كده قال لي بعد ما اعيش في المدينه وتكون سبب السعاده هعمل عبيد، لازم يكون عندي عبيد. ليه؟ قال لي العبد اله للحياه، العبد ده اله منزليه، لازم يبقى فيه رق، لازم يبقى فيه عبوديه. طب ليه كده؟ قال لي ان الطبيعه نفسها خلقت الناس احرار وناس عبيد. قلنا له ازاي؟ قال الاقوياء في الذكاء دول احرار، والاقوياء في البدن بس وقليلوا الذكاء دول يشتغلوا عبيد. يبقى اللي راح مباشره لفكره العبوديه هو مين؟ هو ارسطو. اللي اتكلم عن تمييز الناس مش تقسيم العمل هو ارسطو. طبعا كلامه يتعارض مع العلم
المعاصر. تعال نشوف اللي بعده الفارابي. وانت عم الفارابي ايه فكرتك؟ قال انا فكرتي زي اليونان بالظبط، زي ارسطو وزي افلاطون. قلنا له ازاي؟ قال انا حبيت تقسيم العمل، هو بيحب تقسيم العمل، تقسيم العمل. يبقى انت كده شبه افلاطون. قال لي عملت المدينه ثلاث طبقات، حلو ماشي، حاكم او الملك او النبي او الفيلسوف، وبعد كده العلماء والجنود، بعد كده العمال والفلاحين. يبقى انت بتؤيد تقسيم العمل، بس عايز يبقى فيه تعاون. اي جمله في السؤال تبقى تعبر عن التعاون وتختار الفارابي. طبعا ما يقدرش يقول ان في عبوديه. اتكلم عن الاجتماع الكامل، ماشي. اتكلم عن التكافل والتماسك والتضامن، كلها كلمات توحي بالتعاون. اشهر كلمه هتميز الفارابي هي التعاون او المدينه الفاضله. سيبنا الفارابي، دخلنا على ابن خلدون. تعالى يا ابن خلدون، فكرك ايه عن العمل يا ابن خلدون؟ قال لي بص انا عندي كتاب اسمه كتاب المقدمه. قلت له جميل، عارفه. اتكلمت فيه عن اخلاق المهنه، ماشي. الراجل اتكلم عن الاخلاق، وقلت يا جماعه نربح نكسب قليل، ماشي. يا جماعه ممنوع البطاله، حلو. يا جماعه افضل مهنه واعظم مهنه هي الفلاحه، اعلى من قيمه الفلاحه، ماشي. يا جماعه خلي بالكم الانسان يقيم بالعمل، كل ما انت بتشتغل ليه قيمه، مش بتشتغل مالكش قيمه، ماشي معاك. قال التجاره هي كسب المال عن طريق البيع والشراء، ماشي. وإد اخلاقيات التجاره وعدم رفع الاسعار وعدم تخزين السلع وعدم اخفاء العيوب وعدم تضليل المشتري. يبقى الراجل واتكلم عن عدم الاحتكار. يبقى فهمت افكار ابن خلدون. اتكلم عن اعلى مهنه الفلاحه، وقال ان الانسان يقيم بمقدار عمله، وحذر من البطاله وحذر من الفراغ، وعرف التجاره وحط لنا اخلاقيات التجاره. تعال نروح لهيجل. يا عم هيجل انت ايه افكارك عن العمل؟ قال العمل ده علاقة تحويلية، علاقة، خلي بالك من كلمة علاقة. علاقة الإنسان بالطبيعة بيحددها العمل. علاقة تبادلية أو علاقة تحويلية. علاقة الإنسان بالطبيعة إن العمل بيحول الطبيعة والطبيعة بتحول الإنسان. حلو جدا. الإنسان لازم يشتغل عشان يحرر نفسه من الطبيعة. العمل عند هيجل أساس العلاقات الاجتماعية، عايز نفسك تبقى معروف ومشهور لازم تشتغل كتير. ده وجهة نظر هيجل عن العمل. طيب نروح لادم سميث ابو الاقتصاد الحديث. اقتصاد استثمار اسعار انتاج سلع منافسه. عايز ايه يا عم ادم سميث؟ قال انا كل تفكيري يبقى فيه منافسه، يبقى فيه حريه، كل واحد يدور على المصلحه الخاصه بتاعته، ولما كل واحد يهتم ببيته الشارع كله هيتطور. المصلحه الخاصه هتؤدي للمصلحه العامه، ماشي. المصلحه الخاصه هتؤدي للمصلحه العامه، المفروض دي المصلحه العامه. قال ان في حاجه اسمها يد خفيه، كل واحد عنده ايدين هيطور في مشروعه هو بس، هتيجي يد خفيه هتطور البلد كلها. ليه؟ لان كل اصحاب المشاريع طوروا مشاريعهم، وبالتالي البلد كلها اتطورت. فدي فكره اليد الخفيه. الراجل كان بيقول انا عايز عدم القيود على التجاره. النظام الطبيعي قادر على تطوير نفسه بنفسه. اتكلم عن العائد العام، يبقى اي سؤال هيتكلم عن العائد الخاص والعائد العام ادم سميث، المصلحه الشخصيه والمصلحه العامه ادم سميث. اي سؤال هيتكلم عن الاقتصاد وراس المال والاستثمار والتسوق والاسعار هيكون ادم سميث. طيب من اخر الافكار اللي في الباب هي فكره الواجب المهني للفيلسوف. هو الفيلسوف ده مهنته ايه بالظبط؟ قلنا يا جماعه الفيلسوف ملوش مهنه محدده. ليه؟ لان الفلسفه بتنبت من الواقع حسب ظروف كل عصر. هيجل في ايامه في مشكله اقتصاديه يتكلم في الاقتصاد، ادم سميث في ايامه في مشكله سياسيه يتكلم في السياسه، ايميل دوركايم في مشكله اجتماعيه الناس بتنتحر يتكلم في الانتحار، وهكذا. يبقى احنا الواجب الفلسفي او الواجب المهني للفيلسوف غير ثابت. ليه؟ لان كل فلسفه هي نبت من الواقع او بنت من الواقع. كل فيلسوف بيتاثر بظروف عصره. طب ملوش مهام اساسيه؟ نقدر نحدد له ثلاث مهام. واحد، يحافظ على الوحدة الوطنية زي ما عمل هيجل في ألمانيا. اتنين، ينجو حضارته زي ما عمل الإمام محمد عبده، كان وسيلة من وسائل التطور أو الترجمة، وهكذا. قبول الأفكار الجديدة مع الحفاظ على الهوية. الفيلسوف متفتح بيقرأ، يقبل الأفكار الجديدة والموضة الجديدة بشرط أنها تتفق مع هوية بلده. مستر لو جالي سؤال مقالي على الباب الثالث ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ تعال نشوف. بيقول يثق المصريون بالعديد من المنتجات المحليه، المصريين عندهم ثقه في بعض المنتجات الايه؟ المحليه عن المستورد. زي ايه؟ زي السمنه البلدي وزي اللحوم البلديه والفراخ البلدي، بيقولوا ان ده افضل بكتير، عندهم ثقه فيه. ليه؟ لان هم عندهم صوره ذهنيه ايجابيه. مستر السؤال ده لو جالي واحد مش عارف احله، عشان انت ما كملتش السؤال.
لو قريت هنا تدل العبارة على إحدى فوائد مواثيق أخلاق المهنة اللي هم أربعة، اللي هم إيه؟ واحد، صورة ذهنية إيجابية. اثنين، استخدام أمثل الموارد، التزام بالمسؤولية القانونية، تحسين الأداء. طبعا ده ينطبق على الصورة الذهنية الإيجابية. طب تعالى ناخد فكرة كمان. بيقول لكل فرد أو جماعة مزايا نسبية، كل فرد أو جماعة ليه إيه؟ ليه مزايا يتصف بها. فقد تتميز دولة على أخرى بمزايا إنتاجية زي الزراعة والبترول، ممكن دولة تبقى متفوقة في حاجة من دول. لذلك وجب التخصص وتقسيم العمل. ناقش مين عندي يتكلم عن تقسيم العمل؟ عندي اللي يتكلم عن تقسيم العمل أفلاطون، وعندي الفارابي. هتبدأ تشرح له الاثنين وتقول له تقسيم العمل ليه مزايا عند أفلاطون. ليه ليه مزايا؟ راحة العامل، الإتقان في السلعة. طيب والفارابي عنده تقسيم العمل؟ اه عنده برضه تقسيم العمل. ليه عنده تقسيم العمل؟ عشان هو عايز المدينة الفاضلة، هو عايز التكامل. شوف كده إجابة السؤال. ناقش كل من أفلاطون والفارابي فكرة التخصص وتقسيم العمل. عند أفلاطون الجميع هيستفيد، وعند الفارابي المدينة الفاضلة. بس ادي إجابة سؤال المقال. زي ما انت كوباية قهوة، جدد نشاطك، هنكمل الباب الرابع عشان نقضي على الفلسفة خالص ان شاء الله النهاردة. ما تنساش تتابعنا في فيديو المنطق، نفس القصة ونفس الفكرة برضو، اربع ابواب منطق فيهم كل الافكار ان شاء الله. طيب تعال نشوف الباب الرابع بيتكلم عن ايه. الباب الرابع بيتكلم عن التفلسف والقيم. كم فكرة مستر؟ ست افكار بس. حلو، ده خاص، ده عرض، ده حلو. تعال نشوف الفكرة الاولى. الفكرة الاولى بتتكلم عن التفلسف. جميل. ايه سؤال التفلسف ده مستر؟ سؤال التفلسف، في تعريف التفلسف والبيئات التي لا تساعد على التفلسف وأهمية التفلسف بس. طب تعال نشوف التعريف. التعريف سهل، كل كلمة تعني النشاط العقلي أو النظر العقلي أو التفكير أو النقد أو الفحص أو القراءة أو الاطلاع أو الفضول، يبقى أنت بتتكلم عن التفلسف. نظرة فاحصة، تأمل عقل، شغل دماغك، نشاط فكر. ما تقبلش الأمور زي ما هي، اسأل، دور عن العلة، دور عن السبب، بص في الموضوع بس بعجلك، نظر عقلي. هدفك المعرفة. جزائر ويز قال فكر تفكير نقدي، نشاط عقلي، نشاط فكري. الكلام ده كله مش هيبقى متاح ليك في البيئات العنيفة اللي بتمارس السيطرة. لازم يكون عندك قدرة على الفحص والنقد والتفنيد. خلاص الكلمات دي كلها دل على ايه؟ على التفلسف. امين. اللي بعده، في بيئات تساعد على التفلسف وبيئات تانية لا تساعد على التفلسف. خلينا نشوف البيئات اللي بتساعد على التفلسف. حرية، حوار، نقاش. طب انا عندي في المنهج بيئات لا تساعد، دي اسمها معوقات التفلسف. يبقى خلي بالك انا عندي فكرتين مش موجودين في الكتاب. فكرة اسمها مقومات التفلسف، ده ايجابي بيساعد التفلسف، وفكرة اسمها معوقات التفلسف ده سلبي. تعال نشوف كده. البيئة التي لا تسمح بالحوار، ده لا تساعد على التفلسف. البيئة اللي جاي مع الحفظ بس، التلقين بس، رفض الرأي الآخر، عدم التنوع في الأسئلة، عدم التعددية، تعصب، يبقى دي بيئات لا تساعد على التفلسف. طب هو التفلسف مهم؟ طبعا. ما كانش ديكارت يتكلم عنه في مؤلفات ومؤلفات، يبقى أهمية التفلسف عند ديكارت. قال لك أول حاجة هيميز الإنسان عن الحيوان، في ناس همج ما عندهمش أي فكر خالص، مش بيتعاملوا بالمنطق. تمام. مقياس للحضارة، كل ما كان مستوى التفلسف عالي يبقى بلد متحضرة. تمام. افضل نعمه ربنا اعطاها البلد من البلاد ان يكونوا متفلسفين، عشان العقليه بتاعتهم تبقى عقليه ناضجه. بيديني شخصيه مستقله، شخصيه شجاعه، شخصيه عندها مرونه فكريه، عدم التعصب. التفلسف هو طريق التقدم، هو تنميه الفكر، يبقى دي اسمها اهميه التفلسف. جميل جدا. الفكره الاولى خلصت. الفكره الثانيه القيم، طويله حبتين بس سهله. طيب تعال نشوف الفكره الثانيه، فكره القيم. الباب اسمه التفلسف والقيم. قال لي خد الكلمات المفتاحيه اللي هتدل على كلمه الايه؟ القيم. قلت له الدين. قال لي القيم دي دليل على الوعي، طالما انت بتهتم بالقيم يبقى انت انسان واعي. قال لي فرع من فروع الفلسفه اللي هو الاكسيولوجيا، لو تفتكر خدناها في الباب الثاني الاكسيولوجيا. قال ان القيم مكتسبه ومتطوره، دي كلمات مفتاحيه، اركنها دلوقتي، انا مش عايزها. انا عايز الثلاث كلمات اللي جايين دول. انا عايز قيمه الحق وقيمه الخير وقيمه الجمال، اساسي اساسي عايزهم ضروري. طيب ايه قيمه الحق؟ ايه اوعى تنسى، ده هي قيمة المنطق، بتعرفك ايه هو التفكير الحق، تفكير الصواب. يبقى العلم اللي بيميز الفكر الصواب عن الفكر الخطأ هو علم المنطق اللي أسسه أرسطو.
في كتاب اسمه الأرجنون بمعنى كلمة الآلة اللي بتعصم الإنسان، بتعرفه إيه الصواب وإيه الخطأ، تمام؟ إيه الحق وإيه الباطل. تعصمنا من الخطأ، جميل، آلة تعصم الذهن يعني الفكر، مدخل لكل العلوم، تفكير الواد بيكون أصلا بتاع منطق، الفكر أي شيء خاص بالمنطق، عقل، بديهيات، مسلمات، قوانين، فكر، الوصول للقانون، النظريات، كل ما يخص المنطق هتختار لي قيمة الحق، تمام؟ اثنين، قيمة الخير مالها؟ أخلاقيات، فضيلة ورزيلة، حلو. قيمة الخير بنتكلم عن أخلاق، فضيلة، رزيلة، علم تهذيب النفس أو علم تهذيب الأخلاق، الحكمة الخلقية أو الحكمة العملية، الخير والشر، أفعال وسلوكيات ومثل عليا اسمها قيمة الخير اللي هي الأخلاق. رقم ثلاثة، قيمة الجمال اسمها الاستاتيك. تكلم عن ايه؟ تكلم عن الجمال، موسيقى، فنون، بصريات، ألوان، تنسيق، مشاعر، وجدان، حس، كل ما يتعلق بناحية الجمال. في نوعين من الجمال، عند الجمال النظري وعند الجمال العملي. النظر كلنا هندرسه في الكلية فده اسمه عام، العمل كل واحد يطبق لوحده بقى، روح اعمل مشروع تخرج مع نفسك يبقى ده خاص. العملي يقول رأيك، تذوق فني، ايه رأيك في اللي انت سمعته ده، هتقول رأيك انت فهتبقى حاجة شخصية. النظري بيبحث عن الصفات المشتركة في الجمال، يفسر الجمال فلسفيا، شروط الجمال والقبح، وده بتكون اشياء عامة دراستها نظري. العملي اللي هو التذوق الفني، وده بيعتمد على مدى انت عندك نقد فني، عندك حس فني، وده بيكون حاجة خاصة. نروح للفكرة الثالثة. الفكرة الثالثة هنتكلم عن طبيعة القيم. فاكر الفلاسفة اللي اتخانقوا مع بعض؟ قيم نسبية، القيم مطلقة، لا القيم ثابتة، لا القيم متغيرة. كان عندي ثلاث فلاسفة بيقولوا متغيرة، بروتاغوراس، فاكر سبينوزا وتوماس هوبز، وكان عندي اربع فلاسفة بيقولوا ان هي ثابتة ما تغيرش، سقراط أفلاطون وماكس شيلر وجورج مور. تعال نشوف الكلام ده. الناس اللي قالوا ان القيم النسبية كانوا ثلاثة، اول واحد كان زعيم السوفسطائيين بروتاغوراس لما قال الانسان هو المقياس، الانسان هو المعيار، حلو. تاني واحد كان سبينوزا لما كان بيتكلم عن الاحتياج كان بيقول كل الاشياء ليس لها قيمة ولكن تصبح لها قيمة عندما نحتاج اليها. رقم ثلاثة، ماكس شيلر كان بيتكلم عن الشهوات، كان بيقول ان اي شيء ملوش قيمة غير لما نشتهي حسب الشهوة، وشهوة الانسان متغيرة من وقت للتاني. انت دلوقتي نفسك تاكل، بعد شوية خلاص شبعت، اكلت اكل كتير فزهدت الاكل، يبقى القيم هنا حسب الشهوات. يبقى لو السؤال متمركز حول الانسان هتقول لي بروتاغوراس، متمركز حسب العرض والطلب والاحتياج هتقول لي سبينوزا، متمركز حسب الشهوات والميول والنزوات هتقول لي توماس هوبز، تمام جدا. تعال نروح للناس اللي قالوا ان القيم مطلقة وثابتة وما ينفعش انها تتغير. كم واحد؟ كانوا اربعة. اول واحد كان سقراط وتاني واحد كان افلاطون. تعال نشوف الكلام ده. نبدأ اول حاجة بسقراط. انت عايز ايه عم سقراط؟ قال انا عايز ان العقل هو اللي يحدد القيمة، قيمة ثابتة او قيمة ثابتة. طب وانت يا عم افلاطون؟ قال لا انا عايز المثل العليا، كل حاجة لها مثال ثابت، حتى الأخلاقيات مثل عليا هي ثابتة في مكانها مش بتتحرك، وإحنا بنحاول نرتقي بنفسنا عشان نوصل ليها، كل حاجة لها نموذج ثابت. طب وإنت عم ماكس شيلر؟ قال لا أنا بتاع الاكتشاف، أنا شايف إن القيم بنكتشفها وليس اختراعها، بنكتشفها يعني هي موجودة مسبقا، إحنا معانا مفاتيح ضايعة مننا لما نقعد ندور عليها هنخترعها ولا نكتشفها؟ هنكتشف مكانها بس هنلاقيها زي ما هي بدون تغيير. يبقى راجل بيتكلم عن الاكتشاف وليس الاختراع. طب وانت يا عم جورج مور؟ قال انا بتكلم عن القيم الكامنه، القيم الباطنه داخل الشيء، الشيء بيحتوي قيمته جواه فهي ثابته بدون اي تغيير. طيب عندي تعقيب صغير كده او خصائص القيم نعرفها سريعا. القيم الفطريه، لا طبعا غلط، ما حدش اتولد فينا عنده قيم ولكن بالاكتساب عذرا يبقى مكتسبه. القيم نتاج عن المجتمع اللي انت عايش فيه، مصدرها الحياة، الانسان هو قائد السفينة بس قيمه هي اللي بتقوده، خلينا ينحرف يمين او ينحرف يسار او يمشي على طول، هي القيم بتاعتك، هي المعايير التفضيلية بتاعتك، هي ركيزة المجتمع، هي اللي بتسبق القانون. قبل ما نروح للشرطة ونروح للقانون بنتكلم عن القيم والاخلاق والمبادئ بتاعتنا، هي اللي بتجعل الفرد قادر على التعايش في ظل المجتمع. نروح للفكرة الرابعة، القيم التي تكسبها الفلسفة لدرسها.
اي حد فينا هيدرس فلسفه هيكسب اربع قيم. القيمه الاولى وهي قيمه البحث عن الحقيقه. ركز معايا سنه ثالثه بالله عليك، السؤال ده مهم جدا. انا عايزك تجيب ورقه وتكتب فيها اربع كلمات: واحد البحث عن الحقيقه، اثنين التسامح، ثلاثة الاستقلال، أربعة الحرية، تمام؟ وكل واحدة منهم خد السكرين واكتب الكلمات الدالة عليها. قيمة البحث عن الحقيقة: واحد عايز يفهم العالم، عايز يفسر العالم، عايز يبحث، عايز معرفة، عايز قراءة، عايز دراسة، عايز اطلاع، عايز تساؤل، عايز يعرف العلل والمعلولات، عايز يعرف الأسباب. واحد عنده وعي مضاد للجهل، واحد عايز يتعلم بس، يبقى دي اسمها قيمة البحث عن الحقيقة. سهل. طيب روح لي بقى للكلمة الثانية انت كتبتها اللي هي قيمة الايه؟ التسامح. انسان عندوش عصبية، انسان مرن بيقبل الرأي الاخر، شوف كده، عدم التعصب، انسان متفاهم متعايش مع الناس، يتناغم مع الناس، منفتح على الناس، المعرفة عنده نسبية، مؤمن ان العقل البشري مستحيل يجمع كل المعرفة، مؤمن ان المعرفة نسبية، ممكن انت صح في حاجة وانا صح في حاجة وهكذا. ده انسان عنده تسامح فكري، ما عندوش مشكلة مع الناس، المشكلة الواحدة عندها ليها عنده حلول كتير جدا، بيؤمن بالاراء كلها، عنده مثلا الود والمحبة والسلام واحترام الرأي الاخر. طيب خلي بالك من الجزئية دي، ممكن تيجي سؤال مقالي، خلي بالك من دي، ممكن تيجي مقالي اللي هي ايه يا مستر دي؟ اللي هي أهمية التسامح، خلي بالك من الجزئية دي. هتقول لي يا مستر دي سهل، احنا حافظينها ست حاجات كنت بتحفظهم لنا، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، هيبقى إنسان متفتح، القدرة على التعايش، القدرة على إدارة حوارات بناءة. هقول لك أيوه الكلام ده كله يهمني جدا في التسامح. عرفت الكلمات الدالة عليها؟ يبقى أنت عرفت إمتى اختار قيمة البحث عن الحقيقة وإمتى اختار قيمة التسامح. تعال نشوف إمتى اختار قيمة الاستقلال. مستر حضرتك فرقت لنا ما بين الاستقلال وما بين الحرية، كنا متلخبط ما بينهم جامد. الاستقلال معايا ناس تاني في السؤال، هم اختاروا شمال وانا اخترت يمين، يبقى انا كده مستقل. الحريه معيش حد، انا اخترت لوحدي وخلاص، يبقى دي اسمها حريه. طب تعالى نشوف. الاستقلال عنده ثقه في قراراته، بيعتمد على ذاته، عدم التبعيه، قدره على النقد، مرتبط بالحريه شكلا. اذا حصل الفرض على الحريه اصبح يمارس الاستقلال، يتعارض مع اوهام المسرح عند بيكون اللي هي التبعيه العمياء. عندك قدره على التمحيص وقدره على المقارنه وقدره على النقد، يبقى انت عندك استقلال، تمام. طيب ايه الفرق ما بينه وبين الحريه؟ الحريه فيها معايير اخرى. قلت انا حر مش هذاكر النهارده، يبقى انت ملتزم بقى على النتيجه، بس انا لو مكانك هذاكر بالعافيه حتى لو انا ما عنديش رغبه وما عنديش طاقه، لان دي اخر ماده، طبيعي جدا، بس هي ما اخر ماده دي هتوزن معايا العمليه، هتظبط معايا الدنيا، دي 60 درجه يا جماعه. طيب تعال نشوف الالتزام والواجب. الاختيار، كل دي كلمات متعلقه بالحريه. الاراده، المسؤوليه، انعدام الضغط او انعدام القهر او القصر الخارجي. الحريه لها معنيين، معنى اشتقاقي ومعنى اصطلاحي. معنى اشتقاقي انعدام القصر الخارجي، وزي ما توماس هوبز قال حريتك تبقى عامله زي حريه السيول. معنى اصطلاحي هي القدره على الاختيار او عدم الاختيار، ان انا اختار او ما اختارش. مستر في نوعين من الحريه. في نوعين، في حريه فعل وفي حريه اختيار. حريه الاختيار قلتها اكتر من مره، لما نروح محل لبس كده ماما تقول لي اختار اللي انت عايزه، يبقى دي اسمها حريه الاختيار. اجي اشتري ما ترضاش ليه؟ ما عطتنيش حريه الفعل اللي هي حريه الايه؟ التنفيذ. طيب في فكره كمان، حدود الحريه مهمه جدا. كل واحد قال انا حر وحريتي ما حدش ليه عندي حاجه، قلنا له انت غلطان، في ثلاث حدود ممكن يمنعوك، مش انا ولا بابا ولا اي حد، ثلاث حاجات. اول حاجه الحريه والضروره اللي هي الظواهر الطبيعيه، اشياء خارجه عن الاراده، الرياح، امطار، زلازل، براكين، مرتبطه بالعلم. يعني ايه مرتبطه بالعلم؟ كل ما كان مستوى العلم عندك اعلى تقدر تاخد حقك من الضروره بشكل اكتر. اثنين، حريه والشعور، ما انا مش ما حدش هيمنعك خالص، بس حاجه داخليه، شهواتك مثلا، شهوات، هنا نكتب كلمه الشهوات. المشاعر مثلا بتاعتك، الاحساس، الغريزه، الانفعالات، انت عايز تروح مشوار بس حسيت بالم، حسيت بتعب، مين اللي منعك؟ الشعور. ثلاثة، الحريه والمسؤوليه. ايه الحريه والمسؤوليه دي؟ انت بتبقى عايز تعمل فعل معين بس بتخاف او ما بتعملش الفعل ده عشان مسؤوليه. انا عايز انام بس مش قادر، ليه؟ عشان عندي امتحان بكره الصبح وعندي مذاكره دلوقتي. ايه اللي منعك؟ المسؤوليه.
يبقى هنا الحفاظ على شيء معين، الحرص على شيء معين، انت حر بقدر مسؤولياتك. ويقولك الحريه والمسؤوليه حدان لا ينفصلان. ممكن تجيلك سؤال مقالي عليها، انت حر ما لم تضر. حريه منظمه، انت حر اهي، انت حر ما لم تضر. طيب عندي فكره كمان في الباب ده عشان نبقى خلصنا خالص قبل ما ندخل على الامتحانات والمقالي. عندي فكره بتتكلم عن نظريات الحقيقه. الناس اللي بتحب قيمه البحث عن الحقيقه، اللي اول قيمه خدناها في الاربعه. انا قريت كتب كتير بس عايز اعرف ايه الحقيقي. الفلاسفه قالوا عندك اربع نظريات. نظريه اولى اسمها نظريه التطابق، بتاخد المعلومه اللي انت قريتها وتطبقها مع الواقع. والله تطابقت مع الواقع يبقى صح، بس ده بيعتمد على الشغل العملي، الشغل المادي. يبقى هنا لو لقيت السؤال بيتكلم عن الواقع، بيتكلم عن الموضوعيه، بيتكلم عن الواقع المادي الملموس، هل هو فعلا موجود قدامي ولا مش موجود. زي المثال اللي قلناه، ماما بتقول الكتاب عندك على الترابيزه، فالكلام ده هيبقى حقيقي امتى؟ تابع نظريه التطابق. لو انا ذهبت عند المكتب ولقيت الكتاب هناك يبقى ده كلام حقيقي. الفكره الثانيه او النظريه الثانيه اسمها نظريه الترابط. يعني ايه؟ واحد يقول لك انا هسمع المعلومه وهو اراها، بس مش هقوم من مكاني اروح اجرب، انا هربطها مع معلومات سابقه. يبقى خلي بالك كلمه الترابط دي مش من فراغ، ده معناها ان هو بيربط المعلومه اللي سمعها بالماضي او بالشيء السابق، بيشوفهم منسجمين مع معارفنا القديمه ولا مش منسجمه، متكامله مع النسق ولا متعارضه مع النسق، تلزم عن المقدمات ولا لا تلزم عن المقدمات، متسقه معاهم مترابطه معاهم ولا مش منسقه معاهم. اسمها نظريه الترابط. دايما يا سنه ثالثه هتلاقيها في الرياضيات او في المنطق دايما. طيب عندي رقم ثلاثة، النظرية الثالثة اسمها النظرية البرجماتية أو البراجماتية. الجماعة البراجماتيين دول هم الفلسفة الأمريكية زي ويليام جيمس وجون دي والناس دول وفريدريك شيلر، بيقولوا خلي بالك من حاجة مهمة جدا. النجاح لأي فكرة مرتبط بالنجاح العملي، أي فكرة أقول عليها صادقة أو حقيقية حسب مقدار ما تقدمه لي من نجاح عملي. يعني لو عندي اثنين مهندسين وقلت المثال ده قبل كده، قلت لهم اتفضلوا كل واحد فيكم يقول لي قطعة الأرض دي نصممها إزاي؟ واحد صممها مثلا فيلا والكلام ده، والتاني صممها برج 20 دور، فبنقول له ده النجاح، مدى النجاح بتاعها كام وده النجاح بتاعها كام، ده العائد المادي كام، المكسب وده المكسب كام. اللي بتديني نجاح عملي اكتر، اللي بتديني منفعه اكتر، بتديني فائده علميه وعمليه اكتر، بتديني ربح اكتر، بتكون هي الفكره الحقيقيه. يبقى انا عندي ثلاث نظريات في نظريات الحقيقه. السؤال المعتاد بتاعك لو جالي على الباب ده اسئله مقاليه هيكون ايه العمل؟ هقول لك الموضوع ان شاء الله بسيط جدا. تعال نجرب كده في سؤال مقالي. يقول جورج برنارد شو: ليست الفضيله في ان تتجنب الرذيله، فضيله رذيله موضوع سهل، بل في ان لا تشتهيها، ان انت ما يبقاش عندك اشتهاء للرذيله. ما فهمتش حاجه برضو. استخلص من القول السابق احد انواع الحدود المرتبطه بالحريه. حدود، انا عندي حريه وضروره، وعندي حريه وشعور، وعندي حريه ومسؤوليه. طب كلمه تشتهيها هتمشي مع الحريه والايه؟ حريه والشعور. هبدا اشرح له واقول له ان المقوله دي تتفق مع الحريه والشعور. فالحياه الانسانيه الصحيحه تبدا عندما يتخلص الانسان من الحياه الغريزيه او الحياه الشهوانيه او الحياه الحيوانيه. طيب ناخد فكره كمان. بيقول للعمله الواحده وجهان لا ينفصل احدهما عن الاخر. العمله اللي معاك، الجنيه اللي معاك ده ليه وشين، ما ينفعش افصلهم عن بعض. استخلص من القول السابق احد انواع الحدود. تاني حدود برضو المرتبطه بالحريه، ايه اللي ما ينفعش افصله عن الحريه في الثلاث حدود؟ هي الحريه والمسؤوليه. لما انا قلت لك خلي بالك هما حدان لا ينفصلان او وجهان لعمله واحده، ده كان سؤال مهم جدا في المقاله. طيب بالنسبه لاختباراتك الشامله، معاك اختبارين الملزمه دي او في الجزء ده، هتلاقيهم ان شاء الله متاحين في كل حته. بعد ما تخلصهم في نموذج اجابه هتلاقيه برده موجود معاك، زي ما عملنا في علم النفس وعلم الاجتماع بفضل ربنا. هتلاقي كل حاجه عندك موجوده. الاختبار 46 سؤال بنفس ان شاء الله السياق، بنفس الافكار، بنفس درجه الصعوبه او درجه السهوله. ممكن تشوف سؤال زي كده اهو، حاول تحل فيه كده. مش عايز اطول عليك الفيديو، لو انا هحل 46 هياخدوا معانا وقت اكتر، وهم نموذجين اصلا. انا حاطط لك نموذجين هنا في فيديو المنطق، برضو عندك نموذجين. يعني انت بتتكلم على اربع امتحانات، وفي كلمه السر اللي هي ان شاء الله ليله الامتحان باذن الله تعالى هيبقى فيه نموذج باذنك يا رب، باذنك يا رب. نتوقع ان شاء الله وبنعتقد، امل في ربنا كبير، هيكون بنسبه كبيره ان شاء الله مطابق للامتحان باذن الله تعالى. ده اجتهادنا وان شاء الله التوفيق عند ربنا عز وجل. دعواتكم لينا ولاصحابكم كلهم، يعني ربنا يوفقكم يا رب جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.